أنا جاهز. يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن انضمينا للاجتماع، لكن في آلية تعريف للمشتركين بالندوة ولا كيف الأمور؟ أنا لا أدري، لكن ممكن تسأل المنظمين. ألو؟ ممكن نبدأ يا شباب؟ ممكن نبدأ يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، ممكن نبدأ يا شباب؟ ألو؟ أيوة نعم، ممكن نبدأ؟ أحد يسمعنا؟ الصوت مسموع، الصوت مسموع، الصوت مسموع، الصوت مسموع. تحياتي لك دكتور هاني البنا، معك خضر السوطري. طبعا عارف صوتك يا خضر، كيف حالك؟ تحياتي لك حبيبنا وتاج راسنا وموجهنا. أنا خدامك. جميعا جميعا وتوجيها. جميعا جميعا. يسلم عليك الدكتور عمر شحرور، صديق قديم. نعم، عندنا في بريطانيا هو. ربنا يكرمك ان شاء الله، ربنا يكرمك، جزاكم الله خير. جميعا جميعا جميعنا ان شاء الله. ممكن نبدأ يا شباب؟ شباب أنطاكيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ سعد، تفضل أستاذ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. وبعد، حياكم الله جميعا باسمي وباسم مجلس إدارة الوطن. والله بس الصفة التنفيذية وجميع أسواد درهم. نحييكم ونشكر حضوركم الكريم. الصوت والذي نرجو من الله. علي الصوت شوية. أن يكون سببا ومدعاة لتوسيع وترسيخ وتطوير العمل الخيري والإنساني. آمين يا رب العالمين، آمين. بإذن الله تعالى. والذي يصب بالتأكيد في خدمة أهلنا الذين نزحوا وتهجروا وتضرروا. ولعل الله ان يجعلنا واياكم سببا. امين امين امين. في معاناة شعبنا الذي تعرض لكل انواع الاذى، وبالتالي كثير من الاحتياجات وكثير من حاجته لمنظمات ومؤسسات. امين. الاغاثية والتطويرية. امين امين. هي ايضا جزاكم الله خيرا وتشرفنا بحضوركم. في البداية أود أن أعطيكم نبذة مختصرة عن جمعية الوفاء والتي نظمت هذه الدعوة. أقول نحن منظمة غير ربحية تأسست عام 2014 بترخيص من تركيا، ومنذ ذلك الحين ما زلنا نعمل في خدمة المحتاجين من السوريين في سوريا وتركيا. لدينا العديد من الشراكات الدولية مع منظمات ومؤسسات كالهلال الأحمر التركي ومنظمة الأمم المتحدة الأوتشا. نعم. منظمات خليجية كجمعية الرحمة العالمية ومنظمات دولية كمنظمة
هيومن أبيل، نعم هيومن أبيل. لدينا العديد من المشاريع التي أنشأناها في سوريا وفي تركيا أيضا، مجمع سكن نازحين حوالي 314 شقة سكنية، مجمع الرحمة لرعاية المرضى السوريين في الريحانية في جنوب تركيا، وهو أكبر سكن لإقامة المرضى في آمين. المنطقة هناك. ولدينا العديد من المشاريع التي نعمل بها كالمدارس في قطاع التعليم والإغاثة عموما في قطاع الأمن البدائي والمشاريع التنموية يا رب الزراعية منها والأخرى كالمشاغل والأقران وزارع الأبقار ودعم المشاريع الصغيرة أيضا. كويس كويس. نتطلع لإقامة شراكات لإيصال العون الإنساني للمحتاجين في كل مكان، ونتطلع حاليا أيضا للبدء في تنفيذ مشاريع خارج سوريا وتركيا تخص اللاجئين عموما حول العالم دعما للعمل الإنساني وتطويره. آمين آمين آمين. وكي لا أطيل عليكم ونعطي الفرصة لسيدنا الحبيب البنا الذي شرفنا بحضوره، أود أيضا أن أعطيكم نبذة مختصرة لن نفي حقه بهذه العجالة، ولكن أقول أنه من مواليد مصر دكتور البنا، حيث درس الطب البشري في جامعة الأزهر إلى جانب تحصيله في علم فيها على دبلوم في الدراسات الإسلامية في عام 76. وتابع الدكتور البنا تحصيله العلمي في المملكة المتحدة، حيث منح جائزة هاملتون بيلي للطب عام 1981 في مدينة برمنغهام. ثم تخصص الدكتور البنا في علم الأمراض الجنينية وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برمنغهام عام 1991، كما حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة برمنغهام عام 2007. جزاكم الله خير. الإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا، وهي المنظمة الإسلامية الأكبر في الغرب يا رب، التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية وتهدف إلى مساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناتهم. نعم. وتعمل المؤسسة في 40 دولة ولها مكاتب في 15 مدينة في أوروبا وأمريكا. شكرا شكرا جزاكم الله خير. دكتور البنا هو مؤسس ورئيس عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ومنها المنتدى الإنساني التي أراد لها أن تكون مظلة إنسانية واحدة تجمع المؤسسات أو تجمع مؤسسات المجتمع المدني والإغاثي الإسلامي وغير الإسلامي على يا رب العالم. يا رب يا رب. حيث بدأ بالعمل من خلال عقد ورش عمل وتنظيم 14 مؤتمر في عواصم العالم بحضور 1200 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بإيجاد صيغة توافقية بين هذه المنظمات الإنسانية لتكوين شراكات غير منحازة لدين أو عرق تعمل لخدمة نعم. الإنسانية جمعاء. نعم نعم. حيث تشمل عضوية المنتدى منظمات من دول إسلامية وأخرى من دول غربية. شكرا شكرا شكرا. أعتقد المنتدى الخير الإسلامي يعني هي مظلة تضم جميع المؤسسات الخيرية الإسلامية الدولية في مختلف المشارب والمذاهب التي تعمل في بريطانيا وتهدف إلى تنسيق العمل المشترك. الصندوق نعم. الدولي أيضا لمكافحة فيروس HIV لتوحيد جبهة ضد مرض نقص المناعة من مؤسسات العمل الخيري من المنظور الإسلامي، ويعمل في رفع الوعي لدى الأفراد والمجتمعات حول خطورة الفيروس والعمل على إيقاف انتشاره في المجتمعات المتضررة. جزاكم الله خير. يعني أعتقد يعني هذا كان يعتبر مؤسسة خيرية مبنية أسسها على الركن الرابع في الإسلام ولتقديم المساعدة والعون للمؤسسات الخيرية حديثة النشأة في بريطانيا وتوفير الخدمات أو خدمات الدعم والتوجيه المؤسسي اللازم لها. شكرا. قام الدكتور البنا بزيارة أكثر من 70 دولة ممثلا وداعما لأهداف جميع هذه المؤسسات التي شارك في تأسيسه مجتمعية ومناقشة متطلبات هذا التفعيل مع الحكومات. يعتبر الدكتور البنا من القيادات المؤثرة في الجالية المسلمة في المجتمع البريطاني، وحاز على العديد من الجوائز والتقدير. شكرا شكرا. شكر الله لكم جهودكم دكتورنا الحبيب، والآن نترككم مع جميعا نقولها لعل الله أن يجعلها سببا في رفع الوعي في العمل الخيري والإنساني والتنموي. بارك الله بكم وتفضل. جزاكم الله خير. أطلت عنقي وكسرت عنقي في نفس الوقت. جزاكم الله خير. ربنا يكرمك.
طبعا أنا أبدأ اليوم حديثي معكم بإذن الله سبحانه وتعالى بتهنئتنا جميعا بحلول العام الهجري الجديد. جعلها الله سبحانه وتعالى عام خير ويمن وبركة على الشعب السوري والأمة الإسلامية والعالم أجمع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أبدأ بتهنئة أبناء الشعب السوري في بلاد المهجر وفي الداخل السوري بما أنجزوه من إنجازات مجتمعية مدنية وإنجازات أخرى. نستطيع أن نقول أن الشعب السوري استطاع بأبنائه المخلصين أن ينجزوا الكثير من الإنجازات رغم عدم وجود الإمكانات البشرية المدربة وعدم وجود اللي هو المادة الأموال الكافية للتواجد لمواجهة جائحة أنا بسميها جائحة، جائحة اللجوء والنزوح والتشرد داخل الشعب السوري. المحاضرة بتاعتنا اليوم هو هتكون نقاش، يعني اتكلمت فيه كتير جدا من سنوات ماضية وأؤمن بكل كلمة حطيتها فيها، فاصبروا معي في هذه السويعة كي نستطيع أن نتكلم على معايير بناء الشراكات وبناء مجالس التنسيق. أنا أشكر الشباب اللي أنا بشتغل معاهم، هم بيساعدوني دايما، الإخراج الفني علي الشوى والمادة العلمية المحتوى العلمي فاطمة حرسي وعمر جمال وأنتم جميعا، وكذلك أشكر مؤسسة وفاء للإغاثة والتنمية على الاستضافة الكريمة، جزاكم الله خيرا جزاء، ونتمنى أن أسئلتكم تكون أسئلة واضحة وصريحة ومحرجة ولا حرج في أن تسأل ما تريد. الشريحة الثانية، الشراكة المجتمعية فرض عين وقاعدة شرعية. أنا عارف أنا هتكلم على في المجتمع بتاعنا في نوعين من الفقه، في الفقه، في فقه شرعي يتخصص فيه العلماء الشرعيين وفقه مجتمعي أتخصص فيه أنا والدكتور خضر السوتري وغيرنا من اللي اشتغلوا في المجتمع وأصبحوا هم عندهم القدرة على فهم بواطن ومشاكل المجتمع، فاستطيع أن يفتونا فتوى فقهية مجتمعية قائمة على المعرفة المجتمعية للمشاكل والحلول لمثل هذه المجتمعات. فأنا لا أشرع لكنني أفقه المجتمع بمن يعلمون ومن يدركون مشاكل المجتمع الداخلية والخارجية، فنحن فيها فقهاء نسترشد بالفقه الشرعي بإذن الله سبحانه وتعالى. الشريحة اللي بعدها، لماذا فرض عين؟ يعني أنا قلت في محاضرة سابقة مع ركيزة في العراق هي فرض عين وقاعدة شرعية، لماذا فرض عين؟ الشريحة اللي بعدها، لأن احنا لو نظرنا للشعب السوري سنجد عدد النازحين واللاجئين منه قد تعدوا 13 مليون نسمة، قد يصلوا 14 مليون، ما بين الشتات في الداخل والتشرد في الداخل والمرض والجراحات الغليمة في الداخل وما بين الهجرة في الخارج. يبقى ليه أنا بفرضها علينا بفرض عين؟ النهاردة كمان اللي هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، احنا مش عايزين العمل الإنساني يبقى يوم واحد في السنة، مش عايزين الأمم المتحدة تيجي تقول لنا النهاردة يوم للأم، النهاردة يوم للطفل، النهاردة، لا، احنا كل يوم يوم للأم وكل يوم يوم للطفل وكل يوم يوم للعمل الإنساني، وخاصة في القضية السورية اللي فيها 40% من الشعب السوري ما بين نازح ومشرد بالداخل أو لاجئ في الخارج، فلابد أن يكون العمل الإنساني يوميا وليس فقط يوم في السنة. طبعا نتحدث بقى عن لماذا أنا أتحدث على أنه فرض عين على كل مواطن سوري، لكثرة الصراعات والأزمات في التي تواجه المجتمع السوري، لكثرة عدد أعداء المشردين والنازحين واللاجئين من أبناء سوريا، لقلة الموارد المادية والموارد البشرية المدربة على التعامل مع هذه المجتمع. ده بيخلينا إحنا كأبناء المجتمع أو أبناء الوطن السوري نكون نحن على أصبع عنا فرض عين أن نقوم بهذا العمل الإنساني على مدار الساعة ومدار اليوم. الشريحة اللي بعدها، أيضا لقلة أعداد الجمعيات التي تتعامل مع ولها قدرة مع تصدي مثلا كوارث مختلفة، سواء كوارث اللي هو النزوح واللجوء والتشرد، وكذلك الحرب على الإرهاب اللي بنعاني منها بقالنا 20 سنة بعد تفجير اسمه كده 11 سبتمبر وقبل كده إلى آخره، وأصبح الحرب على الإرهاب دي والإسلاموفوبيا هي المعيقة والمعطلة لكل عمل إنساني على مستوى العالم وخاصة العمل الإنساني الإسلامي والعربي.
نمرة ستة اللي هو عدم الاستثمار الواعي. الواعي من مين؟ من المؤسسات المانحة. وأنا أقول هنا المؤسسات المانحة اللي من الشرق قبل اللي من الغرب. في عدم الاستثمار الواعي والمنتج داخل المجتمع. احنا بس مؤسستنا المانحة تتعامل مع مثل هذه الجوائح الإنسانية بطريقة تقليدية، أكل شرب نايم ايه لبس. لا لا لا. نمرة سبعة، التأثيرات السلبية اللي بتحيط بنا من أنظمة أو فلسفة أو ثقافات النظام العالمي الجديد وأطره العديدة والمتجددة. كل هذه الأشياء بتخليني أنا شخصيا كرجل أتكلم في الفقه المجتمعي وليس في الفقه الشرعي أقول أنه أصبح فرض عين على كل فرد منا، ليس فقط على السوريين بل على كل العرب وعلى أبناء العالم كله، لما يلاقوا 40% من الشعب السوري ما بين مشرد ونازح ولاجئ أيضا. النقطة اللي بعدها، إيه فوائد الشراكات؟ إيه فوائد الشراكات؟ في كذا فائدة. أول حاجة تساعد في الوقوف أمام سياسات المانح. أنا كنت بتكلم بارح على أو أول أمس على اللي هو جائحة مرفأ بيروت، وأقول فيه لابد أن نبني كتل مجتمعية إنسانية تستطيع أن تتصدى لمسائل لما نسميه حاليا اللي هو السياحة الإغاثية. يعني في بعض الناس جايين ياخدوا حبة صور عشان يتصعبوا علينا لما يروحوا مجالسهم، أو ما بنسميه اللي هو الاستعمار الاستغلالي الإنساني في فرض ثقافة معينة غريبة على المجتمع الذي يعملون فيه فيأتون. فلذلك الشراكة تساعد في الوقوف أمام سياسات المانح. في كثير من الأحوال يفرض المانح سياساته على المؤسسات المحلية، فإن كانت هناك شراكات قوية المنظمات المحلية فسوف تستطيع هذه المنظمات أن تقف أمام سياسات المانح التي لا تناسب مجتمعاتها، وتوجه المانح إلى ماذا؟ إلى ما تحتاجه أو يحتاجه المجتمع السوري في الداخل وفي الخارج، وليس ما يحتاجه المانح اللي هو زي حالاتي أنا. ده الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي الشراكة تعطي اليد العليا للمنظمات خاصة في مناطق الصراعات المسلحة، سواء كانت في سوريا، كانت في اليمن، كانت في الصومال، كانت في تشاد، كانت في شمال نيجيريا، كانت في اسمها كده جمهورية الديمقراطية، الكونغو الديمقراطية، إلى آخره من مثل هذه الأماكن اللي بنتكلم عنها. ليه؟ لأن الكتلة الإنسانية إذا اجتمعت على رأي تستطيع أن تغير سياسة المنظمات أو الجمعيات أو المسلحة في مثل هذه المناطق، وتقول لا لسياستهم فيستمعون إليها ويغيرون السياسات بتاعتها. دي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة في الشريحة، تساهم في بناء المجتمع. يعني أنا لما أنزل والمجتمع بميزانية 500,000 غير لما أنزل مع 3-4 شركاء بميزانية 4 أو 5 مليون. الشراكة تؤدي إلى تأطير سياسة مجتمعية تبني المجتمع السوري في الداخل، تبني المجتمع السوري في الداخل. والشراكة تؤدي إلى بناء التماسك المدني. إحنا عايزين نبني تماسك مجتمعي، نريد أن نبني مجتمعا متماسكا قادر على بناء الأنسجة المجتمعية القوية التي تحمي الوطن من الداخل ومن الخارج. وأيضا الشراكة من فوائدها في بناء المجتمع ينبت المواطن سواء كان نازح أو لاجئ أو مواطن عادي داخل مناخ كله تعاون، فمبدأ التكامل والتآزر والتعاون سوف يكون موجود من خلال الشراكات بين الجمعيات، وسوف يؤدي ويقضي على روح التنافس البغيضة التي تمزق المجتمعات والتي تشرذم المجتمعات. نمرة أربعة في فوائد في بناء المجتمع اللي هي تؤدي إلى تكوين كوادر مجتمعية تستطيع أن تكون أو تصبح قيادات مجتمعية تقود المجتمعات في الداخل أو الخارج. ده الفائدة الثالثة من الشراكة. الفائدة الرابعة، تساهم في استقرار المجتمع. الشراكة تؤدي استقرار النازحين، فنستقر النازحين في مكان هيتحولوا من مواطنين مستجدين يعني لله يا محسنين لله إلى مواطنين مستقرين مبدعين. وأنا أتكلم بكل إيمان أن الكثير إن لم يكن غالبية النازحين في الداخل السوري وفي الخارج السوري من المبدعين المتعلمين، لأن سوريا كان من أكثر الشعوب تعلما وثقافة وفقها ولغة، حاجات كثيرة جدا جدا أنا بتكلم عنها لأن أحب الشعب السوري جدا جدا جدا. طب ده بالنسبة لاستقرار المجتمع. الفائدة الخامسة، هل في فائدة خامسة ولا لا؟
الشريحة التانية خلاص. يبقى احنا في اربع فوائد اتكلمت عنهم. طبعا احنا ممكن تطلبوا المادة اللي العرض ده هنبعته لكم. لا تعارض بين الاستقلالية والشراكة، يعني مش ما تفتكرش بقى انك ما تخش مثلا في اتحاد، او هتخش زي ما كان في اتحاد الجامعات والمنظمات الانسانية المجتمع المدني في سوريا او غيرها من اتحاد هتخش فيها، لا شخصيتك لن تضيع لن تضيع لن تضيع. الاستقلالية تتحقق ايضا من بناء الشراكات، لانك بتقوى بدعم شركائك في داخل هذا المحفل. والاستقلالية لا تعني، ها اسمعوا دي بقى وقروها معايا، لا تعني الفردية ولا تعني الانعزالية ولا تعني طمس الشخصية وطمس الهوية ابدا على الاطلاق. الاستقلالية معناها الاتفاق على سياسة عامة يكون لي فيها رأي واضح ووافق عليه، ويتفق الجميع على الرأي الذي نتفق عليه جميعا. وإذا شعرت أنا في جمعيتي أن الشراكة تلغي شخصيتي، تلغي وجودي، تضع علي أطر وأشياء لا أقبلها، فأعتذر عن هذه الشراكة. يكون واضح واضح، ما فيش مجاملات فيها. الشريحة اللي بعد كده، مبادئ الشراكة اللي احنا خدناها من المحفل الإنساني أو المنتدى الإنساني العالمي في عام 2007. أولها وأهمها هو المساواة. المساواة المساواة بين من؟ بين المانح والمؤسسة المحلية الصغيرة. بمعنى أنني أنا كمؤسسة محلية في الداخل السوري عندي قدرة وعندي إمكانية وعندي معلومات وعندي كل الأشياء تجعلني ندا لمن يعطي المال. إن من يعطي المال يعطي المال فقط، فأنا أعطي الفكر وأعطي العمل وأعطي الجهد، فلا بد أن نتساوى. إن وضعنا نحن كمؤسسات محلية سورية في الداخل السوري ومؤسسات مانحة في الخارج أن نوضع في كفتي الميزان بالتساوي. نمرة 2 من مبادئ الشراكة الشفافية. الشفافية الشفافية، لا ضرر من أن أخطئ وأعترف بخطئي لكي أحاول تصحيح خطئي، لكن الضرر الكبير أن أخطئ ولا أعلن ولا أتعلم من خطأي، وده يكون جريمة في حق المجتمع الذي بعمل فيه. أن يكون لنا نهجنا في الشراكة هو إيه؟ مبني على النتائج. إذا كانت الشراكة تؤدي إلى نتائج إيجابية فنستمر فيها، إذا كانت لا تؤدي إلى نتائج فنراجعها، إذا كانت تؤدي إلى نتائج سلبية فنراجعها مرة أخرى أو نلغيها. الشراكة هي أيضا تحمل مسؤولية الشركاء كلهم. يعني احنا كنا بننزل في بعض الاحيان في الماضي من 10 سنين او اكثر بعض اللي هو التصريحات الاعلاميه الانسانيه والاجتماعيه في بريطانيا، يبقى الفكره فكرتنا والتصريح تصريحنا والمبادره بمبادرتنا، لكن نبعتها لكل الشركاء معنا 20 او 30 عشان كل يمضي عليها قبل ان اسبق واخذ السبق، فان اكون انا الاول. لا، المسؤوليه تكون متشاركه، لان احنا ما يمضي على هذا التصريح الانساني الاجتماعي 20 او 30 او 40 مؤسسة يكون كل منهم مسؤول عن ما كتب داخل هذا التصريح. ومبادئ الشراكة هو التكامل، احدى الاثنين نتكامل. انا بشتغل في المياه في مسعد ابن قرية، في القرية دي عايزة مياه صالحة للشرب وعايزة مياه للزراعة وعايزة ارض للزراعة وعايزة حبوب وعايزة تأهيل وعايزة مدرسة وعايزة مركز صحي وعايزة مستشفى وعايزة وعايزة الحاجات دي كلها وعايزة مجتمع. فكل واحد فينا يخش يبني مثل هذه اللي هو التكامل. يعني احنا في عام 2001 بعد اللي هو التفجير اللي هو ال 11 سبتمبر كان في مخيمات موجودة في بلوشستان على الحدود الأفغانية، والأمم المتحدة كانت عاملة ادتنا احنا حق اللي هو إدارة المخيم، لكن داخل المخيم كان في ناس مسؤولة عن المياه، ناس مسؤولة عن الصحة، ناس مسؤولة عن التعليم، ناس مسؤولة عن الطعام، ناس مسؤولة. فدي الشراكة، ومؤسسات كبيرة أكبر مننا كانت تقوم معنا، ونحن كنا فقط مسؤولين عن إدارة المخيم فقط. فيما بعد كده أنا مش عارف أقرأ العنوان. أهم عوامل نجاح الشراكة، أنا شايف واحد بالأسود، أيوة كده جزاكم الله خير، عشان كده أنا عناية بتبربش. إننا نبدأ على مستوى صغير، نجرب. أنا ما أخش براسي وعناية مقفولة بالعاطفة، لأ،
حتى لو كان عندي ميزانية 10 و 20 و 30 مليون أجربك كشريك، ربما على مستوى مشروع صغير أنا ما أعرفكش وغير معقد نشترك فيه جميعا. أنا بضرب المثل ده كتير باللي احنا عملناه في 2006 في جنوب لبنان، إن احنا كنا تقريبا 10 مؤسسات وكان يمكن المشروع ربع مليون أو نص مليون، في مؤسسة دفعت 10,000 في مؤسسة دفعت 50,000 أو 100,000. يوضع شعار كل جمعية على الصندوق لكي تستطيع الجمعية الصغرى أن تري الناس أنها تبني مبدأ الشراكة مع الآخرين، لكن حصة كل جمعية أو حصة كل جمعية بناء على الميزانية اللي تبرع بها، فبو 100,000 ياخد حصة ب 100,000، وبو 50 ياخد حصة ب 50، وبو 10 ياخد حصة ب 10. خلاص؟ ده حاجة بسيطة جدا، يعني إيه؟ هبة إغاثية ما. يعني لمدة شهر شهرين ثلاثة. ايه بقى تأثير ده على المستفيدين؟ هيكون في غاية الإيجابية. ليه؟ لأنه هيشوف كل الشعارات على الصناديق، هيشوف وفاء وهيشوف عطاء وهيشوف مسرة وهيشوف وطن وهيشوف ايه تاني يا ربي عشان بس ما انساش حد، او بنفسج، وهيشوف كل الحاجات دي كلها على الصندوق، فيفرح. هيفرح اللي هو النازح واللاجئ والمجتمع نفسه هيفرح، ويعرف ان هناك تنسيق وشراكات بين الجميع، وكذلك يصبح تاثير ايجابي على المجتمع، يعني على المواطن نفسه النازح او اللاجئ وعلى المجتمع، لان المجتمع دائما المجتمع والنازحين واللاجئين دائما ناقدين سلبيين للعمال الاغاثيين في داخل مجتمعاته. والشراكه بتقلل اهدار الاموال ايضا، خلاص؟ الاموال والطاقه والقدرات الى اخره. بعد كده انواع الشراكات بقى، دي بقى حته هتكون حساسه يا رجاله ويا اخوات، فاسمعوني وافتحوا صدركم. اي الصدر هنا هو من كده لهنا، اي عشان في الحته دي كلها افتحوها واسمعوا مني ما تحبون وما لا يحب بعضنا. اقول انا يلا خش بقى. الشراكات في مناطق الصراعات المسلحه، انا بقول للجمعيات التي ليس عندها خبره كيعتبر تصريح رسمي مني، لا تعملي مباشرة في أي منطقة صراع مسلح، ولكن اعملي من خلال شركاء معتبرين. العملية مش عملية هبة ونطة وحجلة، لا 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 لا. المناطق الصراعات المسلحة ليها ثقافة وسياسات وفلسفة ومناخ يختلف تماما عن المناطق الأخرى. ايه يا باش الشراكه بقى هنا بين المكتب الرئيسي اللي موجود في غازي عنتاب، ولا في انطاكيا، ولا في اسطنبول، ولا في بريطانيا، ولا مش عارف في فرنسا، ولا في امريكا، ولا 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 في الكويت، ولا في البحرين، ولا في قطر، ولا في الامارات، وبين المكتب المحلي اللي موجود في ادلب او دير الزور او الى اخره من هذه الاماكن. يكون على اساس ايه؟ هنا انا بقول حته جديده هتزعل بعض الناس، يكون في نديه، لان في مناطق الصراعات المسلحه بنجد إن ساعات المكتب الرئيسي يكلف ما نسميه يعني موظف، بنسميه أوفيسر. اتصال هو اللي يدير ملف المالي أو يدير ملف الإغاثي أو يدير أو تدير ملفات الأيتام. لأ لأ لأ. لماذا؟ لحساسية هذه الأماكن، فلا بد أن الإدارة العليا في المكاتب الرئيسية تهتم بهذه الأماكن لأنها تراقب أمنيا واستخباراتيا، ليس فقط من الدولة التي تعطي الصفة للنازحين واللاجئين، ولكن من كل الدول الأخرى من خلال استخباراتها وخلال مراكزها الأمنية. فأنا بقول أنها شراكة بالرغم أن أنت بتصرف عليه، بالك؟ يجب أن يكون مستوى الشفافية في المكتب الرئيسي والمكتب الميداني المبني على المراجعة المرجعية والمحاسبية والمالية واضحة 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 وضوح الشمس في منتصف النهار، وإلا الضربة في الأماكن الصراعات المسلحة قاتلة قاتلة قاتلة. الامر الثالث اللي انا ساعات بجده انه مش موجود عند كتير جدا من المؤسسات السوريه اللي في المكتب الرئيسي، ان يكون هناك للمكتب الميداني زيارات دوريه 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 كل شهر 2-3 كذا، ولا يترك المكتب الميداني بدون زيارات، لان هذه جريمه على المكتب الرئيسي. لو تعذرت
الزيارات الدورية، لأن حتى كان سيحدث الفساد حتى وإن وظفنا جيل من الصحابة. إن لم توجد هناك زيارات دورية ميدانية من المكتب الرئيسي لمراقبة ما يحدث في المجال الفرعية، فسيحدث الفساد المؤدي إلى فساد مالي، الفساد الإداري المؤدي إلى فساد مالي وفساد مجتمعي. فلا أقول للجمعيات اللي موجودة في اسطنبول ولا أنطاكيا ولا غازي عنتاب ولا لندن ولا كذا تكتفي فقط بتقرير يعطى من تقرير منمق يعطى من المسؤول في هذه الأماكن. لا لا لا، لابد يحصل زيارات ميدانية هناك، وعلينا أن نعتمد فقط على أصحاب الثقة. ده عند الراجل ده بيصلي، ده حافظ قرآن، ده حافظ القرآن، ده كل ده دون رقابة سيتحول إلى فساد. لأنهم مع مر الزمن ومر الوقت يقومون يحللون ما يقومون به في ظل عدم وجود رقابة إدارية دورية صارمة عليهم. ومع كل هذا مع هذه الزيارات أيضا، فعلى المكتب الرئيسي أن يعين جهة مستقلة في الداخل السوري تراقب واسمها بنسميها اوديتنج، اللي هنسميها ايه؟ ولا ما كانش في الداخل السوري في حد، السوريين اللي موجودين في تركيا وغيرها وعندهم القدرة على الدخول للداخل السوري هم اللي ينزلوا بصفة حيادية ومستقلة يراجعوا ويقيموا عمل هذا المكتب الأخير. وإلا شوف أنا بقوله، وإلا كم مرة، وإلا حط تحتها 50,000 خط سينتشر الفساد، وسنحاول أن نغطي الفساد وندافع عن الفساد. اللي بعد كده، فالفساد هنا لا يعني سرقة الأموال أو الاعتداء على النساء أو التحرش بالنساء والأطفال، لا 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 لا. الفساد هنا يا شباب، وسمعني سمعني سمعني، هو إهدار المال لصرفه بطريقة عفوية غير منهجية، هو عدم الاتفاق على معايير إنسانية تراقب عملنا، هو عدم وجود زيارات ميدانية من المكتب الرئيسي، هو تكوين الشلاليات التي تمثل العائلة والمذهب والجماعة الدينية والجماعة الفكرية الأخرى، هو عدم تدريب المعاملين بطريقة دولية، نسيبهم كده بطريقة دولية، نسيبهم كده لغاية ما في الآخر يخللوا ويعفنوا، هو عدم اعطاء العاملين وظائف مددها مفتوح. يعني انا ممكن اوظفك لمده 6 اشهر، اقول لك بعد 6 اشهر مالكش وظيفه، لكن بدي عقد مفتوح، فما اجي اغير اعمل التغيير بيصاب الموظف باحباط ويبتدي ايه يحاربني الى اخره. عدم اعطاء العاملين وظائف، اعطاء العاملين وظائف مددها مفتوحه ليس لها نهايه معلومه. عدم وجود وصف وظيفي اللي احنا بنسميه جوب ديسكريبشن واضح لكل موظف ولكل إدارة، في وصف وظيفي للإدارة، في وصف وظيفي للقسم، في وصف وظيفي للموظف. عدم وجود ميزانيات عامة سنوية، نقول والله إحنا في مكتبنا في فرع إدلب أو دير الزور أو حسكة زي ما بتسموها، الميزانية السنة دي 500,000، 250,000، 1,000,000، تتقسم على 4 مشاريع، تتقسم على 4 5 إدارات، وكل إدارة من هذه الإدارات لها ميزانية تستطيع أن تصرفها ولها صلاحية وأنا عندي القدرة على مراقبتها. عدم وجود ميزانيات عامة وميزانيات خاصة محددة لكل إدارة وكل قسم، يبقى كل كده ماشي مع بعض بالهبول كده. عدم وجود صلاحيات واضحة لكل مسؤول، يعني ده يقول لك ده يعمل ألف على ب على ج على د، إيه إحنا أرجوزات؟ ها؟ إحنا أرجوزات؟ لا، في حدود، في مسارات، في مجالات، في تخصصات. ابدا مش كل واحد، يعني اللي بيلعب بالبدا والحجر ده بنسميه اونطاجي او نسميه افاق، لكن ما فيش حد يعمل كل حاجه. مركزيه اتخاذ القرار، انتوا ساعات بتخافوا ان تدوا صلاحيه للمدير الميداني في المشروع معين، لا، اديله الصلاحيه وراقبه، وان اخطا صوبه، وان اخطا صوبه، في الاخر لو لم يصلح ارفده او ارفدها. اتخاذ مركزيه اتخاذ القرارات العميقه وغير ذلك من الافعال، يعني كل هذه الاشياء هي عوامل على الفساد. واضح يا شباب؟ زعلانين مني؟ نقلب الصفحه، اقلب الصفحه يا علي بابا. طب افرض احنا ما عندناش مكتب فرعي،
فنشوف هل في هناك مؤسسة دولية تتعامل معنا بنفس المعايير نستطيع أن تكون هي شركتنا فنتعامل معها. ومع ذلك لو أعطينا المال لمؤسسة دولية لها نفس المعايير لابد أن نراقب أدائها رقابة مستقلة. افرض أنت مثلا مالكش مكتب في الداخل خلاص، ولقيت هناك حاجة زي أوكسفام أو سيف ذا تشيلدرن أو الإغاثة الإسلامية أو كذا أو كذا وكذا، ودي مؤسسة دولية، فلو تتفق معك في المعايير فاعطيها وابني معها الشراكة، لكن راقبها كذلك، حط لنفسك معايير لرقابة مثل هذه المؤسسات. طب وإن لم توجد مؤسسات دولية في الداخل ولم يوجد لنا فروع نعمل ايه بقى؟ دي النقطة الثالثة في مناطق الصراعات، نتعامل مع المؤسسات المحلية. نحن مضطرين بمفهوم ايه بقى؟ بمفهوم اولا الحذر، ومع الحذر نؤهل وندرب ونبني قدرات ونمكن. قد نبدأ بمشاريع التأهيل والتمكين والتدريب اللي هي بتكون واضحة المعالم جدا، واحنا بندعم هذه الجمعيات المحلية نجد جهاز او مؤسسة رقابية في الداخل او في الخارج تستطيع ان تدخل لكي تراقب اداء مثل هذه الجمعيات بصفة مستقلة ونكلفها وتكون تابعة للمكتب الرئيسي اللي هو بيراقب المؤسسة المحلية في الداخل السوري. واضح يا شباب؟ نقلب الصفحة. ايضا قبل ما نعمل شراكة مع اي مؤسسة سواء كان محلية او دولية، لابد ان تتأكد المؤسسة في مكتبها الرئيسي من مصداقية عمل كل هذه المؤسسات الميدانية سواء دولية او محلية، ومن التحقق والتدقيق لمعرفة مصداقية ومعيارية وحلفية هذه المؤسسات المحلية. النقطة الأخيرة بقى اللي هي صعبة شوية يا شباب، اسمعوا بقى دي. تتأكد بعدم وجود هذه المؤسسات أو بعض العاملين فيها على قوائم الإرهاب. في قوائم إرهاب كثيرة كثيرة كثيرة، أحدهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحتى الدولة المستضيفة. سواء كان هذا الموجود أحد العاملين، احد المدراء او الرئيس او المؤسسه نفسها مصنفه. كل هذه الاشياء نتاكد منها سواء كانت مؤسسات محليه او مؤسسات دوليه. نقلب الصفحه. مش كده مبدا فتكلفه المشاريع. في هذا هدف. الاخوه بيتكلموا، الاخ مين مسؤول عن الجلسه؟ لما بتبدا مشروع بيفتح براءه. ممكن في ناس بتتكلم يا اخي مسؤول عن الجلسه. الشراكات داخل مؤسسة داخل دول، ده كان من منطقة الصراعات. في مثلا دول صعب انك تشتغل فيها، مش مدية اي حرية لاي مجال لعمل مدني وعمل انساني، وهي دول ديكتاتورية الى اخره. لابد ان نلتزم بالسياسة بتاعة الحكومة، لان احنا مش رايحين هناك عشان نحارب الحكومة، احنا رايحين هناك من اجل خدمة الفقير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في بعض الجمعيات الحكومية هناك موجودة ومصنفة من الحكومة دي، ونحن نعلم أنها جمعيات معتبرة، فعلينا أن نجد البديل أو أحسن البدائل لهذه الجمعيات لكي نصطدم مع الحكومة في توجهاتها وإن اختلفنا معها في سياستها. فقد تكون في جمعيات تفهم معاييرنا وتفهم سياستنا وتفهم ثقافتنا، نستطيع أن نتعامل معها في هذا المجال. وإن كان أنا مكتب فرعي في هذه الأماكن، فلا بد على المكتب الفرعي بتاعنا في هذه الدول أن يراعي الحساسيات الأمنية والاستخباراتية، أن تحب العمل الإنساني المدني والمراقب من جهات كثيرة كثيرة كثيرة. ده بالنسبة للمناطق اللي فيها ما يعني أماكن في تعمل فيها المؤسسات في دول ليس فيها ديمقراطية ولكن فيها ديكتاتورية إلى آخره. ولابد ان يكون لنا احنا تواصل مباشر واحنا حتى بنشتغل، سواء كان احنا مؤسسه مانحه او مؤسسه تعمل هناك في هذه الدول، تواصل مباشر مع او غير مباشر مع المؤسسات الحكوميه القائمه على تنظيم العمل الانساني وكذلك المؤسسات الدوليه. ما نعملش بمعزل عنهم، لا نعمل بمعزل عنهم، لان من يضع نفسه في معزل والمؤسسه تضع نفسها في معزل ستعزل ويكتب عليها تقارير سيئه، لا تحضر لا كذا. لا، انا ليس عندي ما اخبيه فاحطه على الطاوله للاخرين.
وقد اقتراح ممكن ما تقبلهوش، قد يكون احسن شريك لنا في مثل هذه المؤسسات هي المؤسسات الاحمر او الصليب الاحمر، بالاضافه للمؤسسات الوطنيه اللي احنا دورنا فيها هي نؤهلها وندربها ونمكنها لكي تصبح مؤسسات شريكه في المستقبل. يعني لا ننسى ان نؤهل وندرب ونمكن مؤسسات المجتمع المدني المحلي. طيب النوع الثالث في المناطق اللي احنا بنتكلم فيها، في مناطق بتتحكم فيها اللي هو بعض الجماعات الارهابيه، خلاص احنا عارفين كتير جدا، في تشاد موجوده حاجه اسمها انتي بالكا ودول مسيحيين، وشمال نيجر في حاجه اسمها بوكو حرام، وفي ايضا في لا مش في تشاد، في وسط افريقيا اللي هي انتي بالكا، وفي تشاد في الشرق وشمال تشاد في اللي هي بوكو حرام، وفي شمال وغرب نيجيريا اللي برضك بوكو حرام، وفي الصومال في مؤسسه اسمها الشباب وغيرها وغيرها وغيرها، وفي شمال اوغندا كان في حاجه اسمها اللي هو جيش الرب الى اخره، برضك مؤسسه مسيحيه. اذا لو احنا هنعمل في وجود هذه المؤسسات، محظور ومرفوض علينا على الاطلاق، لذلك انا حطيت كلمه الاطلاق بالاسود عشان تعمل كونتراست، والانسان اللي بيقرا لا يقول انني اراوغ شيء. محظور علينا على الاطلاق اقامه شراكات مع اي من هذه المؤسسات الايه المسلحه، جماعه المسلحه الارهابيه من الصنف الارهابي ابدا. ان اردنا ان نعمل في مثل هذه الاماكن التي تحكمها هذه الجماعات، فعلينا نتبع جميع المعايير الانسانيه الدوليه المتفق عليها مع اختيار كافه الجهات. انا هدي مثل ودائما اضرب هذا المثل من 10 سنين او اكثر، لما حبيت اروح بعد ما انطرد برنامج الغذاء العالمي من الصومال في 2010، حبينا كمؤسسات منتدى انساني ان نعمل يكون البديل ان ياخذ المواد الغذائيه من البرنامج الغذاء العالمي ويكيسها في اكياس اخرى ويوزعها في اماكن اللي متواجده فيها هذه الجماعات المسلحه. عشان اعمل هذا الامر بدات المسيره من امتى؟ من لندن، بان اتصلت بوزاره الخارجيه، ثم اتصلت بالسفاره الامريكيه لانها لاعب قوي ومهم جدا في المنطقه. ثم حينما ذهبت الى كينيا عشان اعمل مفاوضات، اتصلت بالسفاره البريطانيه والسفاره الامريكيه والسفاره المصريه والسفاره السودانيه، هم لاعبين كبار هناك. ثم اتصلت بوزاره الخارجيه الكينيه علشان اقول لهم ان انا رايح هناك لكي لا افهم خطا. فالتواصل قبل ان تاخذ وحتى لما كنا بنشتغل في جنوب السودان، حبينا ناخذ قرار مع الحكومه في الخرطوم في 2003، عملنا ايه؟ رحت لوزاره الخارجيه السودانيه وكلمت الوزير، قال لي توكل على الله وروح اشتغل مع اخواننا دول، احنا شعب واحد. وبعدين رحنا اتفقنا مع ايه؟ مع اللي هو الجيش الشعبي اللي كان موجود في منطقه في مدينه اسمها نيفاشا في كينيا. فهنا في تواصل، ها؟ في شفافيه، في وضوح، لكي لا تصنف ارهابيا عندما تذهب الى هذه الاماكن. وساء فهمك. في المناطق دي بالذات لا علينا الا نتنازل ابدا ابدا بالتأبيد عن استقلاليتنا في هذه الاماكن. لان هدفنا هو التواجد من اجل المحتاجين والفقراء، وليس بناء شراكه مع جماعات مسلحه، ونحن لا نسمي هذه شراكة بل نسميها الاتفاق على إيصال معونات المحتاجين. واضح كلامي؟ واضح كلامي؟ واضح كلامي؟ اقلب الصفحة. يا سمسم اقلب الصفحة. الشراكات في الكوارث الطبيعية، أنا عندي مثل بتاع اللي هو السونامي. لما السونامي ضرب ماليزيا، مش ماليزيا، استغفر الله العظيم، إندونيسيا، ضرب حتة اسمها باندا أتشي، مات فيها حوالي 4 مليون. كل الموظفين او اغلب موظفين الدوله راحوا، المؤسسات راحت، الملفات راحت الى اخره. فلما احنا رحنا هناك كنا بندور على شركاء ومش لاميين. هنشتغل ازاي ومفيش شركاء محليين؟ هنشتغل ازاي ومفيش امم متحده ومفيش مؤسسات دوليه؟ ففي هذا المجال خد بالك في اندونيسيا بدانا نبحث عن بدء تواجد المنظمات الامم المتحده او بعض المنظمات الدوليه، وبدأنا نبحث عن ما تبقى من مؤسسات أو جمعيات محلية في الداخل لكي نبدي نفعلها ونمكنها وندربها عشان تبني إيه؟ ترجع إيه؟ تتعافى من ما هي فيه. فهنا نبدأ التنسيق مع المؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إن تواجدت، أو بالمؤسسات مع المؤسسات المحلية بتمكينها وتفعيلها بناء خطواتها. واضح؟
في الأماكن اللي هي كوارث طبيعية، تختلف ثقافة العمل فيها عن ثقافة العمل في مناطق الصراعات المسلحة عن ثقافة العمل في مناطق الصراعات التي موجود فيها جماعات مسلحة مصنفة إرهابية. واضح يا شباب؟ واضح. مفيش حاجة زي ما احنا بنقول بالإنجليزي one size fits all، يعني في مقاس واحد لينا كلنا، لا، كل واحد ليه مقاس، وكل واحد ليه ذوق، وكل واحد ليه فلسفة، وكل واحد ليه ثقافة، وكل واحد ليه فكر وأداء ومعايير. خلاص، اقلب الصفحة. هنا بقى مستويات الشراكة بالراحة. أنت مستعجل على إيه؟ لو واحد فيكم بيتجوز أو واحدة بتتجوز، بتشوف الشخص أولا هيعجبها ولا ما يعجبهاش، متدين ولا مش متدين، أو هي كذلك، العيلة شكلها إيه؟ الدخل شكله إيه؟ المكانة شكلها إيه؟ الخلق يعني بنقعد نمحص ونفحص ونبحص في الزوجة والزوج قبل الجواز، ممكن تاخد 6 أشهر، لأن أنت بتبني علاقة تكون أبدية. فما هنا بنيجي نعمل مستويات الشراكة أيضا، نبدأ نتعرف ونتواصل. ممكن تشيل توكينج توكينج دكتور، أنا بدي ترفعها وحطها كده، حطها على جنب كده عشان أنا مش شايف الكتابة. أيوه، جزاكم الله خير، وخليك معايا كده عشان إيه، أنا ما بعرفش أقرأ. تبدأ من التعرف والتواصل والاستبيان عن اللي أنا الشريك اللي هروح معاه ده. ويكون ذلك بخلال الاطلاع على الاداء بتاعه، ابص على الصفحه بتاعته، ابص على الويب سايت بتاعهم، ابص على مشاريعهم، ابص على مكتب توجت، ابص على مجلس اداره، ابص على الموظفين، وابتدي اكون فكره عن فكر هذه المؤسسات التي اريد ان اتشارك معهم قبل ان ابدا معهم في اي شيء. هل هم عندهم مصداقيه وشفافيه ومعياريه ومرجعيه والحاجات دي كلها ولا لا؟ دي نمره واحد قبل ما اتصل بيهم. فانت اكدنا من سلامه اول خطوه، اللي هي خطوه البحث والتنقيب. ننتقل لخطوه اخرى، ممكن نبدا في عمل شراكات في مشاريع موسميه لمده شهر او شهرين بشيء بسيط، علشان نكتشف قدراتهم في الاداء وايه وقدراتهم في اللي هو عمل التقارير الى اخره. نجحوا في الموضوع ده، ها، خاصه ان كانت مؤسسات محليه، ننتقل الى المرحله الثالثه، ان هي نعمل فيها مشاريع اطول، مش مثلا توزيع سلة غذائية في رمضان، لا بقى، عايزين نبني بير، عايزين نبني مدرسة، عايزين كذا، نبتدي نخش بعد كده في مشروع بعينه وليس شراكة في مشاريع مختلفة. الرابعة بقى، لو تأكدنا من واحد واثنين وثلاثة، مع برضك أرجع أقول مع برضك التأكد من عدم وجود أي من أبناء أو أعضاء أو موظفين أو أعضاء مجلس إدارة من هذه الجمعيات أو الجمعية نفسها في قوائم الإرهاب. يبقى نخش بالنقطة الرابعة بقى، نعمل اتفاقيات الشراكة المتوسطة والطويلة للأمد، واللي احنا ممكن ولازم علينا يعني، شوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ومع النقطة الرابعة نكون حاطين مادة إننا نراجع عقود الشراكة ونتابع ونراقب التنفيذ دوريا كي نتأكد من المصداقية. فإن لم توجد مصداقية في التنفيذ وهناك عقد شراكة، فنوقف عقد الشراكة مباشرة. ده هيودينا لحاجة اسمها مجالس التنسيق. مجالس التنسيق الأمم المتحدة عندها حاجة اسمها يو ان اتش، مجلس التنسيق الأمم المتحدة، ده موجود في بسميها مجاميع بتجتمع دوريا، في بتتعامل مع المرأة، الطفل، المياه، الصحة، التعليم، كل هذه الأشياء، الإيواء، الغذاء إلى آخره. فنخش في المجالس دي، دي مجالس مفتوحة لينا حتى احنا كمؤسسات محلية، نطالب 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 ان ندخل في مثل هذه الاجواء. المؤسسات الدولية ايضا ليها مجالس تنسيق لوحدها، يعني مثلا في السودان انا حضرت واحدة، في افغانستان، في باكستان الى اخره، في مجالس تنسيق مؤسسات دولية. فتلاقي في المؤسسات الاوروبية والكندية والامريكية وبعض المؤسسات العربية الاسلامية موجودة في هذه المجالس التنسيق، وده بيكون مجلس مستقل عن مجلس تنسيق الامم المتحدة. انا بقول بقى، اعوذ بالله من كلمة انا دي، ان المؤسسات المحليه اللي زي حالاتنا احنا في داخل سوريا لابد يكون لها مجلس تنسيق. لابد. هنا بقى هيطلع كلام ما يعجبش بعض الناس. لابد يكون لها مجالس تنسيق على مستوى الحي والقريه والمدينه والمحافظه والوطن. ده اللي بالصفحه. كيف نؤسس المجالس التنسيقيه دي في الداخل السوري؟ ده اللي بالصفحه. شوفوا بقى الـ7 نقط دول
انا هقولهم، وده ما تعلمته منكم في خلال ال 35 40 سنه اللي فاتت. اول حاجه المحافظه على استقلاليه المجلس والا تتغول عليه مؤسسه دون اخرى، دي نمره واحد. ان تؤمن كافه المؤسسات الاعضاء المشاركه في بناء المجلس بالتنسيق فتوفر ميزانيات معتبره تيسير هذا المجلس. وده امر احنا كنا بنعاني منه في تركيا، ويمكن في وكان في اللي هو اتحاد المنظمات الجمعيات المدنيه السوريه واتحاد ثاني وثالث ورابع. الاعضاء مش مؤمنين بيدوا بالالف دولار بالعافيه، وتلاقيهم بيصرفوا في الشهر مليون وفي السنه 20 مليون، لكن يجوا على الحته دي يقول لك لا هو 1000 دولار وما يدفعوش كمان. هنا يبقى العقليه فيها انفصام في شخصيه اصحاب القرار. يكون موظفين المجلس دول مستقلين عن الجمعيات، خلاص اصبح هم منحازين للمجلس. يكون رئيس المجلس التنسيقي في الداخل السوري او في اي مكان مستقل، غير منتمي لاي جمعيه من الجمعيات الاعضاء او منظمات الاعضاء. يكون ربع او ثلث اعضاء المجلس التنسيقي من المستقلين، عشان يعملوا توازن ما بين الجمعيات الاعضاء اللي هم كل واحد فيهم ليه توجه، وبين المستقلين اللي هم توجههم العام لاجل خدمه المجتمع. ان نحترم قرارات المجلس لا ان نعارضها بعد ان نتفق عليها. والاخير، وده انا بقوله دايما وحطيته بالاحمر كده وحطيته بالاحمر كده حطيته بالاحمر كده، ان يكون تمثيل النساء والشباب معتبرا داخل هذه المجالس التنسيقيه، وكذلك داخل مجالس ادارتنا في مؤسستنا، لانهم ليهم تمثيل، لانهم بيمثلوا في المجتمع ما لا يقل عن 70% من ابناء الوطن. وان يكون المجلس ذكوريا كما عودتمونا عليه، او كما عودنا الكثير عليه. فاين دور المراه؟ واين دور الشاب؟ واين 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 واين؟ الى اخره. ايه فوائد بقى واهداف مجلس؟ في 6 فوائد هنتكلم فيها. معانا يا شباب؟ نتكلم بقى. اول فائده هي خفض الانفاق والاهدار المالي. دي نمره واحد. بنقعد مع بعض كل منا يطرح ما عنده على الطاولة بشفافية. نمرة 2 عدم تكرار المشاريع في أماكن جغرافية مختلفة. والله نقول والله في المنطقة اللي في الشرق دي مين اللي هناك في كذا، طب ممكن أنا أستعد من خلال أحد أعضاء مجلس التنسيق هناك فندعم عمل الجمعية دي، وبالتالي هم يدعموا عدم عمل جمعية أخرى من جمعيات المجلس في منطقة أخرى. نمرة 3 في الأهداف والفوائد، بتزيد الأثر المجتمعي. يعني التنسيق ده بيزيد الاثر المجتمعي على المجتمع نفسه، بيحس ان كل الجمعيات قاعده مع بعض بتحافظ على عدم الاهدار، سواء كان المال او الجهد او الفكر حتى، لان المال ليس مالنا، وحتى الجهد المبذول من اجل ماذا؟ ليس من اجل شهرتي وسمعتي وجمعيتي ومؤسستي، ولكن من اجل الفقير والنازح واللاجئ والمتشرد والمريض والشيخ والأرملة واليتيم إلى آخره. فعالية التنسيق بتؤدي إلى إيه؟ إلى زيادة المشاركة. يعني إحنا عايزين مجالس التنسيق دي تخرج برسالة واضحة للمواطنين. فالمواطنين ليس فقط الجمعيات يلتفوا حول مثل هذه المجالس ليعطوها فلذات أجمدها، ويعطوها آخر الأفكار للحلول المجتمعية. ده نمرة 4 في أهداف وفائد مجلس التنسيق. إيه اللي بالصفحة؟ ان مجالس التنسيق دي بيكون ليها برامج لبناء القدرات، المؤسسات المحليه والافراد والمحليات وتاني والبلديات الى اخره. ان مجالس التنسيق بتحمي المؤسسات العامله من ايه؟ من الدعايه المغرضه. واحد يطلع عليك اشاعه، واحد يطلع عليك مش عارف ايه، واحد كذا واحد كذا، فالمجلس من خلال اعضاء بيقول لا هذا كذب، نحن نعرف هذه المؤسسه وهي كذا وكذا وكذا وكذا. دايما بيطلع في كثير جدا من الاحيان على اللي هو في مثلا احنا بنقول ايه الزن على الود، الزن على الود امر ايه من السحر. دي اهداف او فوائد مجلس التنسيق. اتفضل بعد كده. ايه تحديات اداره مجلس التنسيق؟ في تحديات زي ما انا قلتها. اتفضلوا، يمكن اخونا عبد الرحمن علاف لو كان موجود كان مسؤول عن المجلس
اخونا الدكتور خضر الصدر كان هو المسؤول عن المجلس، هم يقولوا لكم التحديات دي ممكن يكتبوا فيها كتب، ويكتبوا فيها اشعار، ويكتبوا فيها زجليات، ويكتبوا فيها الام حتى يوقظوا المدخمين بالاموال ان الاموال لن تستمر بفرديه العمل المؤسسي وان كثرت، لكن العمل المؤسسي سيستمر بالتعاون والتآزر وبناء الشركات والتنسيق بين بعضها. ايه بقى التحديات؟ اول تحدي المنظمات الكبيره، انا ذكرت بعض الاسماء مش هذكرها تاني عشان ما ازعلش حد، مش مقتنعه حتى ان انت تدفع ال 1000 دولار او ال 2000 دولار وهو عنده ميزانيه سنويه 30 40 مليون دولار. اخي العقل مسوس، العقل منكفئ، العقل اعمى ما فيهوش بصيره، والعمى ليس عمى العين، ليس عمى البصر، عمل بصيرة. المال اللي عندك ده مش مالك ولا مال عيلتك ولا مال جماعتك ولا مال اي حد، ده مال المجتمع ومال الفقير، واصبح التنسيق والشراكة فرض عين عليك وعلى من معك. ان كنت انت كجمعية متقدمة فابني الجمعيات الضعيفة فادعميها، لا تجري وحدك، ستكوني وحيدة وسينفرط عقدك في المستقبل. هذه الجمعيات اللي المليونية التي عاقت بناء هذه المجالس لأنها لم تؤمن بها عطلت المسيرة في الدفاع عن التماسك المجتمعي لأبناء السوريين في الداخل وفي الخارج. أهو زي ما بقول ضعف الدعم المادي لسكرتير المجلس. طب هنمشي هنوظف واحد فول تايم ازاي؟ هنجيب أي واحد شربات لي كده يمسك مجلس أنا هو صاحبنا؟ لا، ده احنا نجيب واحد عنده وصف وظيفي محترم ومعتبر عشان الناس كلها تلتف حواليه. من التحديات هو التسابق والتنافس بين اعضاء المجلس. طب ده انا كبير، هو ليه الامين العام بتاع المجلس يتكلم وانا قاعد في الجلسه ما اتكلمش؟ شوف بقى هنا بقى، ونفس وما سواها يا نفس معفنه، فالهمها فجورها وتقواها يا نفس معفنه، قد افلح من زكاها يا نفس معفنه، وقد خاب من دساها. فانا اقول للمؤسسات الكبيره اتق الله، اتق الله، اتق الله، وتنازلي عن كبرك وكبريائك من أجل الشعب السوري، من أجل الشعب السوري. أنا ببكي على الشعب السوري وليس لي ناقة ولا جمل فيه، وأنت تدعي أنك تنقذين وتنقذين الشعب السوري وترفضين أن تتعاملي من خلال مجالس تنسيقية. اتق الله أيتها المؤسسات، المال ليس أموالكم وليس مالكم، وحتى الجهد من أجل الفقير والنازح واللاجئ السوري ليس جهدكم، هو جهد من أجل الفقير وليس من أجل شرذمة المجتمعات. اقلب الصفحة. التاريخ بقى، الأمثلة اللي احنا بنضربها لأن الواحد شاف المجالس دي بقى لنا مثلا قول 40 سنة. الشركات بدأت بالمؤسسات الإسلامية من قضية أفغانستان، كان في مجلس تنسيق معتبر، ومع ذلك المؤسسات العربية الكبرى كانت بتقاومه. ليه؟ انا راح مع الجماعه اللي مش عارف ايه دول، اللي ايه دول، اللي ايه دول، لان انا ميزانيتي بعشرات الملايين من الدولارات. ده كان ده في السبعينات، لان انا دولتي بتجيب لي شاحنات واطنان وكذا. بدا في افغانستان ثم تكرر في البوسنه، وكان مصيبه في البوسنه. الجمعيات كانت مستعده تعمل اي شيء الا جمعيتين ثلاثه افسدوا هذه المساجلس. ليه؟ لتخمة حساباتهم المالية ومخازنهم بالمواد الإغاثية والغذائية والأموال. إيه ده؟ أنا راح أمشي مع الناس دول. فلما يكون المجلس عامل شيء هم يسبقوه. لما كنا في البوسنة في مناطق محاصرة، وعايزين مثلا ندخل فيها في منطقة اسمها بحاش أو جبة أو جراجدا أو ناخد تسعة من الأمم المتحدة، ويقول مثلا إحنا هندخل من المجلس 20 شاحنة، كل شاحنة فيها 20 طن. تقوم أحد المؤسسات عاملة إيه؟ تقوم هي سابقة، أنا هطلع موكب بتاعي فيه 15 شاحنة لوحدي. ليه يا ابن الحبيب والحبيبة؟ ليه يا ابني؟ ليه؟ ليه؟ حتى الأموال دي لو كان بديها لك دولتك يا أخي، اتق الله في بناء التماسك المجتمعي. اتق الله فأن تكون متواضع. اتق الله في إن العمل الإنساني اللي إحنا بنعمله ده، أو اللي إحنا كلنا عايزين نعمله ده، أول شيء فيه التواضع وخفض الجناح لمن؟ للمحتاج والمسكين والأرملة. اتقوا الله في أموال المسلمين، أموال الفقراء والضعفاء والمساكين. ها، وبعدين نروح ألبانيا. في القضية السورية، لا هات بس حتى القضية السورية رجعني كده الحتة دي عشان برضك إيه؟ أدي فيها ركلة.
بالك. أما في القضية السورية كان هناك أكثر من مجلس تنسيقي من خلال اتحادات الجمعيات السورية، ولكن جمعيات الأعضاء لم تدعم مسمارية الاتحادات في أعمالها التنسيقية، زي ما احنا عارفين، زي ما احنا عارفين، زي ما احنا عارفين. أنا بس هرجع أعمل بث تاني على اللي هو الانستجرام. طيب اللي بعدها، الأمثلة على المجالس التنسيقية الموجودة في العالم. طبعا حطيت مجلس أعلى الدعوة والإغاثة اللي موجود تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الجامع الأزهر، موجود في مصر في القاهرة، وفي مجالس تنسيقية أخرى تابعة للأمم المتحدة أو تابعة للمؤسسات هي اللي عاملاها. بس أنا خليني بس أشطب اللي أنا كتبته ده، علشان مش هينفع إن أنا نحط الكلام ده على الانستغرام. اوكي انا معاك دلوقتي. طيب اللي بعدها دي، بعد المجالس هنتكلم عنها، انتر اكشن دي موجوده في امريكا، السي اتش ار اللي هي موجوده في سويسرا، انتر ايجنسي ستاندنج كوميتي، نوت وركينج كوميتي، انتر ايجنسي ستاندنج كوميتي، دي موجوده في الامم المتحده، اللي بتنسق العمل ما بين المؤسسات الانسانيه داخل الامم المتحده. وغير كده هو ستارت موجوده في بريطانيا، دي اي سي موجوده في بريطانيا، كونكورد موجوده في بلجيكا، اكفا موجوده في سويسرا، وفويس موجود ايضا في بلجيكا، وكل الحاجات دي بتعمل في التنسيق. شوف انا ذكرت كام مجلس، واحد اللي هو مجلس اعضاء الغاثه اللي موجود عندنا، لكن ذكرت جنبه في 1 2 3 4 5 6 7 8 على مستوى العالم الغربي. طب الشريحه اللي بعدها ممكن تعمل ميوت يا اخي للمشاركين. طب دي اخر شريحه خلاص عشان اخلص انا، وتتوكلوا على الله انتوا وتنطلقوا. نحن ده كلام يعني ادبي، ناس نصنع طريقه لسطر الكتب، بنحدد مسارات انجازات المستقبل التي تتبعها الامم. بناء الامم لا يتم الا ان تنازلنا عن بعض خصائص شخصياتنا الاعتباريه من اجل بناء اركانها. انا اتوقف الان معكم، واحنا تقريبا خدنا يعني اقل من الساعه بعد ان انتهى اخونا اللي قدمني، فاتمنى ان انا اخذ منكم اسئله او انتقادات او اللي انتم عايزينه. وانا بشكر فاطمه حرسي وعمر جمال وعلي الشوا، وبشكر ايضا اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي هو مؤسسه وفاء على انها استضافتني اليوم. تفضلوا الاخ الحديث اللقاء يعني يبتدي ان هو يبتدي ان هو ياخذ الاسئله او شوف حديث اللقاء ازاي. انت من اليمن ولا منين؟ طلعنا اسمع الصوت. ايوه طيب ساعيد، انا كنت اتشكر دكتور البنا، جزاكم الله خير على ما قدمتم وشرحتم لما يخدم هذه المؤسسات الخيريه والانسانيه والتنمويه، جزاكم الله خير وكتبه في ميزان حسناتكم. الان لدي مداخله من المهندس غسان شططي، نائب رئيس مجلس إدارة الوفاء، يشكر حضرتكم ويشكر الحضور الكرام ويتفضل بما يراه مناسبا. تفضل أستاذ غسان. أستاذ غسان. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
مسموع الصوت؟ نعم مسموع. مسموع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم جمعية الوقفاء للإغاثة والتنمية. نرحب بالدكتور الفاضل هاني البنا رئيس المنتدى الإنساني وجميع رؤساء الجمعيات الخيرية والإنسانية والتنموية المدعوين والضيوف الأكارم المشاركين في هذا اللقاء لتبادل خبرات العمل الإنساني ولإغاثة اللاجئين والنازحين المتضررين من الشعب السوري خاصة والعالم أجمع. على أن يكون هذا اللقاء لبنة في صرح العمل الإغاثي والإنساني ولبناء جسور من التعاون بين الجمعيات والأفراد المدعوين لرقي العمل الإغاثي والإنساني والتنموي، راجين من الله التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. أنا رأيي الآن نعطي فرصة ووقت لمن يريد أن يسأل أو أن يشارك بمداخلة، فتفضلوا. أرجو من يرغب أن يكتب على الشاشة. نعم، لدي الأستاذ ياسر ملا. هل أعطي إشارة؟ نعم، أستاذ ياسر المولى من رئيس منظمة إنقاذ المستقبل من محافظة 2 نواتي. يا أهلا وسهلا بأهل العراق. تكرمت أن ترفع الصوت لو تكرمت. نعم، ترفع الصوت لو تكرمت. هسه تمام؟ كويس كويس كويس. أنا أشكر الأستاذ هاني البنا وأشكر منظمتكم الكريمة على هذا اللقاء الشيق. حقيقة يعني المجالس التنسيقية يعني ضرورة ملحة، لكن أحيانا التحديات تعطي إرباك في عمل هذه المؤسسات، وأحيانا المجالس التنسيقية المحلية لا تطبق النقاط التي ذكرها الأستاذ هاني البنا، فتكون مثلا الغلبة فيها لمؤسسة واحدة هي تنفرد مثلا بالمشاريع على حساب المؤسسات الأخرى. يعني أتمنى النقاط التي كتبها الأستاذ هاني البنا أن ننضجها بشكل كأنما نظام داخلي للتنسيقيات المحلية، مجالس التنسيقية المحلية، لكي تعتمد في محافظاتنا مثلا كمحافظة نينوى أو مثلا ك يعني في القبر الواحد مثلا في العراق. وشكرا جزيلا لكم. جزاكم الله خير. أرد؟ أستاذ البنا لديك تعليق؟ طبعا يعني نذكر بقية المداخلات ثم براحتكم، أنا ما عنديش مشكلة. تعلق على جميعها؟ ما فيش، أدي واحدة. شكرا أخونا من نينوى، أنا بحب نينوى. زرت نينوى في سنة 1996، أول زيارة لي. طيب، الأستاذ سليمان أحمد. السلام عليكم، جزاكم الله على هذا المشروع، جزاكم الله خيرا جميعا. أستاذ الكريم، نحن نعيش حاليا في الشمال السوري. يعني إذا بدي أحكي لك الكارثة بالنسبة للمنظمات الإنسانية التي نعيشها في الشمال السوري، كارثة إنسانية بحد ذاتها للعمل الذي يقومون به. يعني إذا من أي جهات تجلي هالمنظمات هاي بتلاقيها ككارثة، من جهة التوظيف، من جهة التوزيع، السلالة الغذائية وبعض الخطوط، النازح لا يحصل على من مستحقاته 1%. يعني قد تقول ان هذا الشخص يوالف بالكلام، ولكن انا نازح اليوم فقر لي 6 سنوات عايش في الشمال السوري. رغم التسجيل والاسماء اللي سجلتها انا وغيري، حاليا انا مدرس ولست بحاجه لهم او المعونات التي يقدمونها، ولكن هناك اشخاص تعاني الفقر الشديد، قد انه لا تجد ما تشتري لنفسها ولعيالها. فتجد المحسوبيات بالتوزيع اولا، الاشخاص الذين يستلمون هذه الوظائف قد انه لا يستطيع الكتابه، يعني الاخطاء الاملائيه او من اي جهات. يعني كيف ساشرح لك بالنسبه للكارثه الانسانيه التي نعيشها؟ صدقا كارثه انسانيه بحد ذاتها بالنسبه للمنظمات الانسانيه. نعم، بالنسبه يعني قد اني اطيع
تطيل عليك، ولكن اسمح لي من شدة ما أشعر به في هذه المنطقة هنا. نعم سيدي، جزاك الله خير، شكرا. نعم نقدر جميعا جميعا، نحن كسوريين وغير سوريين أيضا نقدر حجم المأساة الموجودة في سوريا، والحقيقة هي أكبر من أن تغطيها جمعية أو اثنتين أو عشرة أو مئة. حجم المأساة كبير جدا، ليست بمستوى حتى دولة واحدة أن تقوم بتغطيتها. لذلك هذا لا يعني بأننا يعني نقول ليست من فائدة، نحن نقدم والجمعيات الأخرى كل ما باستطاعتنا من جهد ولتغطية أكبر قدر ممكن من هذه المأساة، والله المستعان. شكرا شكرا. لكن الفساد الذي نعيشه في الشمال السوري بالنسبة للمنظمات فساد لا يقارن بأي جهة أخرى. نعم. طيب. شكرا لك. شكرا لك سيدي. أنا أمشي حسب الظاهر عندي، أظن الأستاذة عائشة درس. تفضلي. أستاذة عائشة. من أي مدينة يا أخت عائشة؟ أتكلم من إسطنبول. بسم الله ما شاء الله. حياك الله. منبر، مديرة منبر الجمعيات السورية. نعم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حياكم الله جميعا أخوتنا الكرام، وجزاكم الله خيرا، شكرا دكتور هاني، دائما تشكل عنا إضافات مهما يعني تابعنا من محاضراتك، فدائما بكل محاضرة في لك إضافات. الله يجزيك خير. ربنا يبارك فيك. للمسلمين ولكل الإنسانية أيضاً. كلنا إن شاء الله، كلنا كلنا إن شاء الله. أنا كنت أريد أن أسأل سؤال عن موضوع الاندماج، فوائد الاندماج بين شبكتين. يعني طبعاً إذا نتكلم عن البلاتفورم طبعاً ما أتكلم عن اندماج منظمتين، إنما اندماج شبكتين في الوقت الراهن، يعني هل يحقق الاندماج بين شبكتين فوائد أم بشكل عام، أم أن موضوع أنه تبقى الشبكات منفصلة بتخصصاتها لخدمة المجتمع السوري أفضل؟ طيب سؤالي شوي عام ومبهم. لا 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 لا، أنا عايش فيه، أنا عايش فيه. بالنسبة لموضوع الشبكة تمام تمام، أنا عايش فيه، ده أنا عايش فيه بقى لي سنين. ممكن أجاوب على ثلاث أسئلة دول؟ الله يكرمك. أسامة الحمصي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أخو أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم أخوكم أسامة محمد الحمصي، مدير جمعية دعاة إلى الخير. يا رب. حياكم الله تعالى وبارك الله فيكم. آمين جميعا. في جمعية الوفاء على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونشكر الدكتور هاني على وهنأه الله إن شاء الله دنيا وآخرة والحاضرين جميعا جميعا جميعنا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، فوائد عظيمة في هذه المحاضرة الطيبة. لو تكرمتم يعني برقيات أو هدايا سريعة بين أيديكم. الإعلان كان أنه ندوة أو ورشة، وهذه كانت محاضرة، لا شك أنها فيها الفوائد العظيمة، ولكن انتقاء الاسم الصحيح في الإعلان أظن له أهمية وله دور. جمعيتنا جمعية إحدى منظمات المجتمع المدني، ولكننا متخصصون في المجال الدعوي والمجال الدعوي فقط. نحن نعمل منذ نهاية العام 2013 وحتى هذه اللحظة بفضل الله عز وجل. يعني نتطلع إلى شراكات مع بقية الجمعيات القريبة أو التي لنا مساحات مشتركة معها، ونتطلع كذلك إلى أن نستفيد من جميع من لديه خبرة أو نصيحة، وقد أفدنا في هذه المحاضرة كثيرا، فالشكر موصول لكم جميعا مرة أخرى باسم الإخوة أعضاء إدارة جمعية دعاة إلى الخير، لكم الشكر جميعا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا شكرا. ممكن نرد على الأسئلة؟
باقي معنا أظن الأخ أبو المنتصر، هل تود المداخلة؟ الأخ هو نفسه. أبو... آه نعم حياكم الله. طيب خالد الهنيدي من العراق، خالد الهنيدي من العراق هل تود المشاركة والمداخلة؟ طيب دكتورنا الحبيب تفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في نشكر اخونا اسامه الحمصي على التوجيه بتاعه لينا جزاه الله خير، وصرحته ان هو مؤسسه دعويه وفي ناس كتير جدا بيدعموا الدعوه في الداخل والخارج السوري. بالنسبه لاول سؤال من المجالس التنسيقيه اللي هو من اخواننا في نينوى في العراق، طبعا حاليا انا بقول الكلام ده لينا كلنا، لان انا كلمت عن اول المجالس التنسيقيه اللي وجدت في افغانستان يعني من اكتر من 40 سنه. المبادره اللي حدثت في العمل الانساني في العالم العربي والعالم الاسلامي بدات من افغانستان في منتصف او نهايه السبعينيات، وانتقلت الى البوسنه، ثم انتقلت الى البانيا. وبعدين ولماذا توقفت؟ لان احنا كمؤسسات كبيره مش مؤمنين بالتنسيق. يا اخوانا انا مش هجلد الاخرين واقول المؤسسات الغربيه بتيجي تغير ثقافتنا وبتعمل كذا وكذا وكذا، لا انا هجلد نفسي انا، لان انا قدامي المشكله الموجوده سواء كان في العراق او في الشمال السوري زي اخونا سليمان احمد ما اتكلم. دي مصيبه، مصيبه في اخلاق العاملين في العمل الانساني في منطقه الكوارث، ان يكون الموظفين فيها، وده اتكلمت انا فيه في الكلام بتاعي يا اخوانا. صعوبة الوصول الى هذه الاماكن بتجعل الذي كان والتي كانت اخلاقها اخلاق الصحابة فسدة، اقولها بملء فمي، فسدة فسدة فسدة. لكن المفسد الاعظم هو الذي لم يراقبهم ولم يحاسبهم ولم يؤطرهم ولم يبني قدراتهم. فما يقول فيه الاخ سليمان احمد وأخونا من نينوى واقع أليم 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 أليم، وممكن يكتب فيه كتب وتكتب فيه أدبيات. ليه؟ لأن إحنا بنتعامل مع مين؟ إحنا بنتعامل مع من ندعي أننا نخدمهم ولكننا نسيء إليهم، نسيء إليهم. فلا بد إن إحنا يعني كلنا نبدا الطريق ودايما هي المؤسسات الكبيره، وهذا الموضوع بدا من افغانستان. مؤسسات كبيره عندها عشرات الملايين مش عايزه تنسق بل بتفشل التنسيق، ودخل في البوسنه ودخل في البانيا ودلوقتي في سوريا بقى. لا ده المؤسسات السوريه اللي هي عندها الملايين هي مش عايزه تنسق، تقول لك مش عايز ابقى مع دول ويستخسر فيك. فنبدا احنا ان شاء الله، يعني مثلا احنا في التنسيق في بريطانيا ك ك ك كمنتدى انساني او مجلس اسمه يا ربي منتدى خيري اسلامي، منتدى خيري اسلامي في 17 مؤسسه بريطانيه خيريه يشحت من الاعضاء الاشتراكات، دي مصيبه. وكل عضو من المؤسسات عنده 20 30 40 مليون جنيه، والاشتراك بالنسبة لأعضاء المؤسسين 20 مليون 20 دو 20 ألف 20 ألف من 40 مليون أو من 30 مليون ولا شيء. فمشكلتنا إن المال اللي بيجي لنا بيدينا سلطة غاشمة. أي إنسان بيتسلط ويكون سلطوي بينسى المجتمع وبيتكلم عن قدرة المال وقوة المال وإمكانية المال، وثم يتكلم عن مؤسستي ولا يتكلم عن المجتمع نفسه. ده خطر. فلذلك الشباب اللي موجودين في مثل هذه المؤسسات عليهم دورين، انهم يبداوا التنسيق بمجموعه وان كانت قليله من المؤسسات تعمل اشياء ناجحه وملحوظه، ها؟ ثم وده مهم جدا اسمعوا كلمه ثم دي، ثم علينا ان نبني قدرات وكفاءات مجتمعيه من الشباب لكي نعلمهم الاطر الصحيحه في العمل الانساني، ان نربي جيل. هات اخر شريحه يا اخي، اخر شريحه احنا عملناها
عندنا الرب جيل، ما ينفعش انا بقى اكون انا مدير. ممكن تجيب اخر شريحه في العرض لو سمحت، الاخ اللي ماسك العرض. لازم الرب جيل، لان اللي موجودين دلوقتي مش متقطرين. هب بقى من الاخر بقى، اغلب العاملين في المجتمع السوري في العمل الانساني والمدني الاجتماعي ليس لهم خبره بهذا العمل، وكل بقبل بلاء حسن. لكن لابد ان نؤطر حتى رؤساء هذه الجمعيات، ده مصيبه. انا واحد اتكلم عن حالاتي، انا لما بدات في العمل الانساني ده من تقريبا 40 سنه لا كنت افهم الالف من كوز الدوره في العمل ده، لكن خلال ال 40 سنه اتعلمت. كذلك احنا في المجتمع السوري احنا خارجين من دوله كانت تمنع العمل الاجتماعي والانساني على مستوى الجمعيات، فكان اللي يقوم بها فكان اللي يقوم بها بيقوم بها بشيء فردي كده، جارك جارتك خالتك عمتك الى اخره. لا سيب 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 الشريحه اللي فاتت اللي انت حطيتها، رجعها تاني الشريحه اللي ايوه دي اخر واحده بس كده، سيبها دي. فانا دلوقتي في خلال العشر سنوات دول اتعلمت خلاص الحمد لله، اسيب بقى وادرب الجيل اللي يجي بعديا يكون مؤهل اكتر. وجزء من التدريب ده على القيم والاخلاقيات، القيم والاخلاقيات، ان انا مش زعيم الى الابد. يعني ليه احنا دايما في ادبياتنا وفي كلامنا نلعن الزعماء الدكتاتوريين اللي بقالهم 30 40 سنه؟ خلاص طب ما انا قاعد بقالي نفس الموضوع وبحافظ على نفسي بايه؟ اصل انا اللي عندي القيم، اصل انا عندي الاخلاق. لو انا مشيت القيم بتاعت المؤسسه هتروح، المؤسسه هتنهار. طب واحد زي حالاتي انا، صليتوا على النبي كلكم وانتم بتسمعوا، انا تركت الاغاثه الاسلاميه من 12 سنه خلاص يا شباب، راحت الاغاثه الاسلاميه، ماتت الإغاثة الإسلامية، انزوت الإغاثة الإسلامية، خلصت الإغاثة، لا أبدا، بقت أحسن مما كنت أنا فيها. جه جيل تاني بدأ يؤطر لسياسات ولنظم وكذا 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 وكذا، بالرغم من الحرب الضروس اللي عن الإغاثة الإسلامية. فلا بد أن نبدأ بالمجموعة التي تؤمن بالتنسيق على مستوى بسيط جدا، وأن ننير بها الطريق، وفي نفس الوقت القائمين حاليا يعلموا جيل الشباب. لأن الأزمات دي هتستمر وهتستمر وهتستمر، ولم يكن هناك ناس يؤطروا للعمل الإنساني وأخلاقياته، فسيستمر ما يقوم مقال به أخونا سليمان وأخونا في نينوى. أما بالأخت، بالنسبة للأخت عائشة، فالاندماج هو أحد الوسائل للبقاء، هو أحد الوسائل للبقاء. قد يكون عندي دعم مادي أو دعم أدبي أو آخر، فبندمج مع مؤسسة مثيلة ليا وبخش في خطوات الاندماج، وده شيء صحي جدا، صحي صحي للغاية. شركات العملاقة بتندمج مع بعض، أو بواحدة بتشتري واحدة إلى آخره. فلذلك الاندماج بالنسبة لنا احنا كمؤسسات عربية ومسلمة بنعتقد نصب أبدا، أما في المؤسسة بقى ولا اندمج مع مؤسسة تانية، أخذ الكفاءات اللي اتعلمت في المجتمع عندي في خلال الخمس أو عشر سنوات اللي فاتوا يكونوا أعضاء في مؤسسة تانية، ولا كلهم هيتشردوا مش هيكون لهم وظايف. فاحنا نشوف معايير وسياسات الاندماج وقيم الاندماج واهميه الاندماج. وانا معك يا اخت عائشه في ان الاندماج له عظائم وفوائد. احنا نسال نفسنا في المنتدى الانساني لقله فهم المانحين عما نقول به، اندمجنا مع مؤسسه ثانيه اسمها بيت الذكاء في بريطانيا، لانها هي عندها تكلفته يمكن 1.5 مليون، وعندها بعض المال، واحنا ما عندناش، لان ما فيش مؤسسات بتؤمن بالتدريب، تاهيل، تمكين، ده المجتمعات، الوحده الوطنيه، كل الاشياء اللي احنا محتاجينها 100% اكتر ما بنحتاج للسله الغذائيه، اكتر ما بنحتاج للسله الغذائيه. هات المؤسسه، انت بتشيل الصحيح عليها يا اخي الفاضل، رجعها تاني انا هتكلم عنها. فلذلك الاندماج مهم جدا جدا اذا توفرت الشروط بتاعته. انا لما بتكلم في اخر شريحه ما حبيتش اتكلم فيها كتير، لانها يعني زي ما بتقولوا تصريح. احنا من كل اللي احنا بنعمله مع بعض عايزين نعمل مسار. مسار يعني انت كان احنا ماشيين في الصحراء او طالعين على جبل ومفيش طريق. فاول مجموعه مننا اللي هم انتم في العراق او انتم في سوريا او انتم في اليمن او انتم تعملوا هذا المسار. المسار ده هيحدد مستقبل الناس اللي هيمشي وراكم. لو احنا ما عملناش المسار دلوقتي
وجهدنا على أننا نضع هذا المصاد للأجيال، لن تأتي الأجيال من بعدنا لتسير على النهج القويم، وسيلعنوننا وسيلعنوننا وسيلعنوننا، لأن كان في مقدرتنا أن نبني هذا المسار ولكننا لم نبني. دي نمرة واحد. النقطة الثانية اللي هي نقطة فردية، اللي حتى دي الأنونة، دي عارفين الأنونة؟ شايفين هنا دراعي طالع ازاي؟ والحتة دي ألا أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده، إحنا مين إحنا؟ إحنا مين إحنا؟ وكل اللي بيحدث في مؤسساتنا دلوقتي، سواء كان اللي بنتكلم عليه زي أخونا متكلم من الشمال السوري اللي هو سليمان أو غيره أو غيره أو غيره، إنما هو لعدم وضوح الأواطر والسياسات والصلاحيات ووضع طرق للمتابعة والمراقبة إلى آخره. يا أخواننا لو إحنا عايزين نبني شراكة ما نعملش مع، يعني مثلا أدي أنا مثلا كنتش عايز أضربه أمس، اللي هو كان في حاجة اسمها ائتلاف الخير اتعمل فيه من أجل القضية الفلسطينية يمكن من 20 سنة تقريبا، أنا لا أقدح فيه ولا أزم فيه ولا أتكلم عنه، دخل فيه ناس كتير من اتجاهات مختلفة، وبعدين بعد كده بعض الدول ضربته ضربة قاضية وصنفته. أنا مش عايز حاجة زي كده فيها 50 أو، لأن إحنا مش عاملين مظاهرة، إحنا عايزين 4 أو 5 جمعيات مع بعض يبدأوا يمسكوا الشمعة. أدي الشمعة أهي، أول مجموعة تعمل التنسيق تمسك الشمعة، إحنا مش عايزين دلوقتي إلا شمعة. ولو المؤسسات الكبيرة اللي هي متحتحة ومبحبحة ومبحبحة دي كلها، يعني مش مهم إنها تشترك في الأول ونمشي. نضع لنا معايير هيحترمنا الكبير والصغير. وبعد كده وإحنا في منهجنا ومنهجيتنا إننا نبني الشباب، سواء كانوا الشباب دول من الـ من الـ من بناتنا أو من أبنائنا. تفضل يا اخي الفاضل. تفضل انا خدامك. ان شاء الله يكون 20 سؤال انا عندك لبكره. بارك الله فيك، جزاكم الله خير دكتورنا الحبيب. في الاستاذه رانيا المدلجي هي تستفسر تقول هل ان اختصت كل جمعيه بنوع اغاثه هل ممكن ان يمنع الاخطاء الجسيمه التي ترتكبها الجمعيات الاغاثيه؟ وهل من الممكن ان تكون الاستفاده اكثر، يعني تتخصص جمعيه للتعليم وتكون فقط للتعليم، وجمعيه طيب للسلاسل الاغاثيه وجمعيه اخرى للتوعيه طيب وهكذا؟ حاضر، ده سؤال. السؤال الثاني، السؤال الثاني بالحقيقه هو الدكتور اسعد الاسعد يريد المشاركه. انا أستاذي الفاضل والدكتور هاني أشكرك لما أرسلت، وأجد وهناك لي مساهمة بسيطة لعل الجميع من الحضور يريد أن يعرف آلية تفعيل هذه المشاركة مع الآخرين، وهناك من خبرتي المتواضعة أريد أن أوصل هذه الرسالة أن بشكل عام الناس لا يريدون أن يمشوا مع الضعفاء وإنما يمشون مع الأقوياء، والقوة لا تعني أبدا المال في مجال العمل الإنساني، القوة قد تعني هو إمكانية الوصول، القوة قد تعني خبرة. حاضر. بسبب الوصول وبسبب الخبرة وبسبب أيضا تقييم الاحتياج بسبب السمعة التي بنيناها والحمد لله، والكادر المهدي الذي أعطينا الخبرة قبل أن نطلقه في المكان. جزاكم الله. أنا أقوله ولعلك توافق. لا لا أنا هرد عليه دلوقتي، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك، هرد عليه ما تخافش. وأسعد السعد الأسعد. الله يسعدك ويبارك فيك، أنا أحبكم وأرجو أن تعتبروني كذلك. الدكتور أسعد الأسعد المدير التنفيذي
السوري كويس كويس جميع القطاعات، والحمد لله الآن نحن في منصة الأنشا ونعمل في عدة قطاعات في خدمة إخواننا. كويس. ونحن أيدينا ممدودة لكل المنظمات للعمل السوية والمشاركة، وأنا خادم للجميع بحكم تخصصي في التدريب ورفع القدرات، فأنا متطوع مع أي منظمة. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. في حد ثاني ولا جاوب؟ طيب بالنسبة للأخت رانيا، رانيا المدلجة دي من عندنا من اليمن ولا منين؟ المدلجي يعني خلاص يعني هي رانيا وخلاص. اه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. التخصص ما يمنعش الاخطاء، وعدم التخصص ايضا ما يمنعش الاخطاء. اهم حاجه يا اخت رانيا اللي هو هل انا هتعلم من خطئي ولا لا. يعني انا ضربت المثل ده في محاضره كنت قلتها في السودان يمكن من 6 7 سنين، قدموني في المحاضرة دي على ان انا مش عارف كذا وكذا، الحاجات تعرفين عرب يعني بينفخوا نفخة يعني عامل زي البالونة كده. فده خلاني اغير المحاضرة تماما. تعرفي يا اخت رانيا انا غيرت المحاضرة وعملتها ايه؟ انني ساطلعكم اليوم على عوراتي. كلمة عورة حتى في الادبيات مش مؤدبة، مع ناس هم كانوا كريمة العمل الانساني والمجتمعي في السودان، وتحدثت عن الأخطاء اللي أنا عملتها في الإغاثة الإسلامية وأنا رئيس الإغاثة الإسلامية، ولكن تعلمنا من هذه الأخطاء في وقت ما كانش عندنا إدارة مالية قوية. استفدنا من هذا وأصبحت هي أكبر إدارة في داخل المؤسسة اللي هي بتفرمل الأخطاء، وأصبحت تجعل الإغاثة تكسب مركز الثاني من مؤسسة الشفافية العالمية، اكثر شفافيه في بريطانيا من حوالي 190 او 200 بعد الصليب الاحمر من بريطانيا. فانا ما عنديش مشكله ان انا اخطئ، خير الخطاؤون التوابون، خير الخطائين الخطاؤون التوابون. فمش لان انا في التعليم حوالي في مثلا مؤسسه عندنا بقى لها 10 سنين او 11 سنه مهتمه فقط بالاعلام وجمع التبرعات. حاولنا كتير جدا، حاولنا كتير جدا ان نقول لهم يا اخواننا في حاجه اسمها بناء الهيكل الداخلي. هم كانوا فرحانين بانهم ارتقوا في خلال العشر سنين دي 11 سنه من مليون ل 30 مليون، وان الحكومه البريطانيه بدات تديهم حاجه اسمها ماتش فاندنج، يعني انت تحط مليون هديك مليون، تحط مليون هديك 2 مليون. طلعت علينا الاخبار من كام يوم كده ان في ملجا في دوله افريقيه بني بدون تصريح فاغلقت المؤسسه هناك. ده مش دي المشكله. المشكله الثانيه بقى انهم قالوا ان حدث فيه اعتداءات وتحرشات على الاطفال، ودي بالنسبه لبريطانيا والغرب تعتبر قاتله، زي ما انتم فاكرين اللي هو الاوكسفام حصل فيها ايه في 2010 ايام هايتي. واخدين بالكم؟ ولما حصل اتحول مكتبها اللي بيت من بيوت الدعاره والعياذ بالله، قدمت تقارير وقدمته للمفوض العليا الاعلى للشؤون الانسانيه في بريطانيا، فجت اتقلبت عليها الدنيا في 2017 وخسرت عشرات الملايين والاف من المانحين. فلما نتكلم عن حاجه زي كده انا مش معنى متخصص ان انا هكون بمنقع، لا، اللي هو وضع السياسات والمعايير والمراقبه هي التي ستجعل المتخصص يلتزم. إن الله لا يزع إيه؟ يا أخت رانيا وأنتوا في اللغة العربية أحسن مننا كتير، إن الله لا يزع بالسلطان، بس إيه؟ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما القرآن موجود عندنا أهو، بسم الله ما شاء الله، أهو موجود. محفوظ على الرف. وبنحفظه. مش فاهمين إحنا بنحفظ إيه. لكن لما بيجي سلطان عادل بيجعل الإنسان يمشي على الصراط المستقيم، حتى لما بيجي سلطان غاشم الناس بخاف منه. خدت بالك؟ فليس معناه ان انا طبعا التخصص بيبقى شيء جيد جدا، بس لا، مع التخصص لابد يكون في رقبه ومتابعه في سياسات وفي اللي هو الاطر الى اخره. حتى
طبعا يعني انا هقول لك حاجه يا اخت رانيا، كتير جدا من الفساد ده ان المانح العربي ما بيطلبش تقارير مفصله زي المانح الغربي. فبيرمي عليك مبلغ كده انت بتفرحه، انت بتفرحه فيه. طب فين النقابه؟ فين كذا فين كذا فين كذا؟ بيبعتوا بعض المتطوعين ياخدوا حبه صور يقعدوا يوم ولا يومين في انطاكيا ولا في غازي عنتاب ولا حته اللي هي في الجنوب اسمها ايه اللي فيها 600,000 سوري دي، اسمها ايه اللي جنب اللي كان فيها مكان سيدنا ابراهيم، مش كلس، لا لا الاكبر من كلس، اورفا. انا رحت اورفا مع عطاء، ذهلت بعدد النازحين اللي موجودين هناك. طيب وبعدين احنا ودينا الحاجات دي كلها هنا عمليه غل سله غذائيه بس يا اخوانا؟ لا. فانا معاك يا اخت رانيا، بس بقى لابد ان احنا نحط الايه السياسات في الداخل. انا وافق مع اخونا اللي هو اخونا اسعد الاسعد في كل اللي قاله، ولذلك انا عايز اقوي الضعفاء. اقوي الضعفاء، انا هديكم مثلا. في اعوذ بالله من الشياطين من المثل ده، احنا عندنا مؤسسه ثانيه اسمها منتدى الخير الاسلامي. كنا خدنا دعم من الحكومه البريطانيه في 2014، وحصل مشكله ما بين اللي هم المسؤولين والغير المسؤول اللي كان ادانا الدعم، كان احد الـ القيادات في الحزب المحافظين، وجه واحد ثاني كان ضد التوجه فسحب الدعم مننا. من 2014 الى 2019 الحكومه البريطانيه مش عايزه تشتغل معانا، الى ان ربنا اعطانا يعني مدير جديد محترم ممتاز، عمل الذي لم تستطيع ان تفعله المؤسسات الكبرى اثناء الازمه بتاعت او الجائحه بتاعت الكورونا. فبدات الحكومه البريطانيه ترجع مره اخرى تعمل تويت للي احنا بنعمله. واخد بالك؟ فاحنا بنبدا مع مين يا اخ اسعد الاسعد؟ الان بعد ما كنا احنا في غيابات الظلام والظلامات حد بيبص لنا، اصبح عندنا المعلومات عن قرابه 200 جمعيه محليه اسلاميه خيريه مجتمعيه. دي لوحدها ثروه، وده اللي انا اتعلمت من الاخرين بقول يا اخوانا، جوجل وفيسبوك وواتساب وتيك توك وانستجرام عندهم الداتا، الداتا دي هي اهم حاجه، اهم حاجه، كنوز، واحنا عندنا كنوز لا نستطيع ان نديرها. لو احنا قعدنا مع بعض كجمعيات وحطينا المعلومات دي علشان نطلع ورقه عمل، هتتكالب علينا المؤسسات الكبرى لكي نستطيع ان نعمل ايه؟ ابحاث ودراسات. لكن احنا مش مؤمنين بالداتا، مش مؤمنين بالمعلومه، احنا مؤمنين بالساده الغذائيه فقط والصوره بتاعت التيك توك والانستجرام واسمها اسم تشات تشات شات ولا اسمها سناب شات، سناب شات. واخد بالك؟ انا فلذلك انا بقول مره اخرى اشكر اخونا اسعد السعيد الاسعد مسعود ابو السعد، عشان بقى خليك مصري بقى في الاخر، ان الخبره والحاجات دي مهمه جدا. لكن لا، انا بؤمن، لان احد مخرجات مؤتمر القمه الانساني في اسطنبول اللي هو كان اسمه تشارتر اوف تشينج، تشارتر اوف تشينج ده اللي هو كيف نبني ونقوي ونفعل المجتمع المحلي المدني، نستثمر في بنائه جزء كبير جدا من مال الاغاثه والتنميه الى اخره، لكي لا يظل هذا المجتمع وهذه المؤسسات عاله على المؤسسات المانحه، المؤسسات الدوليه والحكومات. اتفضل، انا خدامك. الله يبارك. ومن لم يخدم السوريين فليس منطقيا طبعا، واليمنيين والعراقيين وكل حاجه. نسال الله ان يتقبل عملك ويجعلك عملنا جميعا دايما، جمع كده ما تخصصش، يعني انا لوحدي كده واللي حواليك دول مش يخش في الدعاء بتاعك؟ صحيح. دخلهم كده عشان حرام يكتبوا بطيئهم بره، ما تخلمش زي الايه اسمها يا ربي الاعراف. تمام. طيب في الاخ هادي بعد سؤال مكتوب انه هل الفقه الشرعي مرتبط بالعمل الانساني موجود في المنظمات والجمعيات ام انه بحث وخبره طويله يريد ان يعززها في الدور البناء؟ هذا اول سؤال. بس سؤال انا
موهوب عمل إنساني أم أم إيه أم إيه؟ سأعيد السؤال. طيب ده هذه ده هذه من اليمن هذه بجبير. هو لم يكتب فقط مكتوب from هذه. مهاجر طيب خلاص توكلنا على الله. سوريا كلها. طيب السلام. هل الفقه الشرعي المرتبط بالعمل الإنساني موجود في المنظمات والجمعيات أم أنه بحث وخبرة طويلة يريد أن يعززها في الدور البنا؟ طيب. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، هل الرواتب الضخمة التي تقدمها المنظمات والمؤسسات شيء سلبي ويؤثر على نزاهة وشفافية العمل الإنساني؟ هل إيه الرواتب؟ طيب خلاص ابدأ بالاولاني ولو نسيت الثاني تبقى انت تذكرني به. انا والثاني مين اللي كان مين اللي قال الثاني ده؟ الرواتب هو برضك هادي؟ يعني هو هادي جاي يضربنا ضربه قاضيه قبل ما نروح نتغدى؟ طيب يلا جزاكم الله خير. الفقه الشرعي مرتبط بالعمل الانساني. والفقه المجتمعي مرتبط بالعمل الانساني، بمعنى ايه؟ بمعنى اننا عندي فقيهين مجتمع فقيهين في البلد، واحد بيفهم في الطب بيفهم في التخدير بيفهم في الزراعه بيفهم في الهندسه، ده بنسميه متخصص من فقهاء المجتمعيين. واحد تاني زي المشايخ والفقهاء الشرعيين بيقول لك اما تمشي في المسار ده بفقهك المجتمعي ده حلال ولا حرام. بس علينا علينا ودي بص تحت كلمة علينا دي اننا نشرح بالتفصيل المميت والمقيت للفقيه الشرعي ابعاد المشكلة. اضرب مثل تاني حصل لي انا من 14 سنة. حاولنا نعمل مؤتمر عن نحط رؤية المسلمين في اللي هو مكافحة مرض الايدز. فنزلت لو سمحت الميوت يا اخي المسؤول. فنزلنا نزلت رحت للشيخ يوسف القرضاوي ربنا يديله الصحه. اول ما سمع كلمه ايدز دخل منظومه يعني الايدز ده مين اللي بيحصل بيجي مين بيجي للناس اللي ما عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا. فبدا رده يكون سلبي على المؤتمر. فانا لما قلت له نحن سنحصل على الاموال من مؤسسات دوليه وكذا وكذا وافق على الفكره. ده الفقه الشرعي انك تستانس به. اما الفقه المجتمعي فهو ازاي يكون لنا احنا صوت في منظومه مكافحه الايدز. ده مجتمع. والايدز لما بيجي يا شباب، انا كنت مره راكب طياره كده وقعد يعني من المرات اللي قعد جنبي واحد يعني كان اعتقد انجليزي او امريكي مش فاكر يعني، وكان بنتكلم كده. فقال لي هو الايدز ده بيجي للمسلمين؟ فضحكت. قلت له هو في فيروس بيجي ليك انت وما يجيليش ويجي ولا ما يجيلكش؟ المرض بيجي للمسلم وغير مسلم. قال لي بس انتوا يعني المفروض الايدز ده ما يجيلكوش يعني، كان بيمدح المسلمين يعني. انتوا بتوع كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ودول 90% من امراض الايدز. فهنا الفقيه المجتمعي مهم جدا. الفقهاء الشرعيين نقدر احنا نقوله نجيبهم ونعلمهم ازاي يفتوا في العمل الانساني من خلال رؤيتنا احنا المجتمعيه. لان انتوا لما بتروحوا يا شباب لاطباء علشان زوجتك وعلشان ابنك وعلشانك انت بتشرح له بالتفصيل المقيت والى اخره، بتشرح له ايه؟ بتشرح له اعراض المرض بالتفصيل. وإن خبأت عن الطبيب أو الطبيبة أعراض المرض لن يستطيع أن يشخصك ويعالجك. فإن أردنا أن نأتي بالفقهاء الشرعيين ليشرعوا للعمل الإنساني فلا بد أن نكون معهم يدا بيد وذراعا بذراع وشبرا بشبر ونجادلهم، لأن إحنا أكثر الناس حقية بمعرفة المجتمع من قاعدة إلى قمة. وهم بناء على المعلومات اللي بيحطوها عندهم بيأتوا بالفتوى الشرعية. فما هوش موجود بالصورة اللي انت بتتكلم عنها يا اخ هادي، لكن نتمنى ان يكون موجود في ادبيات، في ادبيات الاوقاف، في ادبيات التعاون مع الطفل، مع الارملة المعيلة. يعني في العراق احنا بنتكلم عن بعض النساء، واحدة انتحرت في الموصل، ما اعرفش الاخ بتاعنا هنا موجود ولا لا،
والمنصات في العراق مقلوبة. طب ما المرأة اللي انتحرت دي علشان هي جوزها مات او جوزها كان متهم بشيء عمله وتم بعد كده ان هو متطرف او ارهابي والناس بطلوا يتعاملوا معاه، هتاكل عيالها منين؟ اما هتبيع شرفها وعرضها او هتقتل نفسها عشان مش قادره تبيع. فانتحرت الست. هنا بقى انا باجي من ناحيه وجهه النظر بتاعت الاخت رانيا والاخت اللي قبل كده عائشه وغيرها، فين تمثيل المراه عندنا عشان تستطيع ان تدافع عن مثل هذه المراه والامها واحلامها وكل المعاناه بتعانيها؟ ونرجع تاني الفقه، الفقه مش ذكوريه. حتى الفقهاء زمان كان في نساء بتعلم الحديث وتعلم الفقه، وفي مازال شيخات الاله الان، واحده متوفت منهم في مصر كان بيعلموا الرجاله ازاي يجودوا ورتلوا القران ويحفظوا القران. دي نمره واحد. بالنسبه للجزء الاول من السؤال بتاع، فلابد ان احنا نطلب من نعتقد انهم فقهاء شرعيين انهم ياتوا ليؤطروا لمشكله ببعض الحلول اللي احنا هنحط لهم من خلالها الاعراض بتاعت المجتمع التي يعاني منها المجتمع. ومش بس نقول يس يعني امين، لا، ما فيش حاجه امين في تشخيص المرض وعلاج المرض. نجادل معهم ونفصل معهم ونضع الناس اللي عندهم هذه المشكله. يعني مثلا في مؤتمر الاز احنا عملناه في 2007 في جنوب افريقيا، كان في دعينا بعض اللي هم الايه الناس اللي كانوا اصيبوا بالايدز وكانوا مسلمين كلهم. احدهم كانت امراه. تعرفوا يا شباب لما قلت لها ازيك يا اختي، لم تكن تتصور ان حد يقول لها الكلمه دي. انا ما سالتهاش هي عملت ايه وازاي حصل لها المرض ده. شاب تاني كان موجود، هي كانت من المغرب والشاب تاني ده من لبنان. فاحنا بنصلي بعد الظهريه، قلت له يا ابني اطلع اصلي بينا الامام، هو عنده ايدز، انا ما اعرفش ايه سبب الايدز. فبص لي كده واتكسف، ما ايه بيقول لا. فصلى ولخبطنا في الصلاه، بس ده مفتاح، دي اول خطوه ان احنا ناخد الناس دول بيد بيد، يعني ايه نقف جنبهم لانهم في داخلهم في شيء جيد. ده بالنسبه لايه للفقهين احنا المجتمعي اللي بيتكامل مع الفقه الشرعي. النقطه الاخيره بالنسبه للرواتب، اجيب لكم من الاخر، صلوا على النبي كلكم عليه الصلاه والسلام. مفيش حلاوه من غير نار، مفيش انجاز من غير راتب، ومفيش يعني ايه بناء من غير بذل جهد. وانا بقول للشباب دول اللي بيقول لك ان العمل الانساني بيصرف فيه مبالغ، ايوه بيصرف فيه مبالغ. انا بكون حريص جدا كرئيس مجلس اداره شركه ان انا اجيب احسن الموظفين واديهم احسن المرتبات واحسن الامكانيات، ده في عملي الخاص. لكن لما اجي في العمل العام اللي هو من العمل الانساني يقول لك لا 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 يا عم لا، انا مش هدفع الا 200 دولار. 200 دولار في العصر اللي احنا عايشين فيه، حتى السوري النازح اللي في الداخل مش هتكفيه. يعني حتى لو في سوري في الداخل وعنده القدره وكذا وكذا مش هتكفيه 200 دولار. اصبح الليره دلوقتي، الدولار دلوقتي مش وصل ل 6000 ليره؟ اسالوا نفسكم الاسئله دي يا شباب. انا رجل عندي 5 أو 6 اطفال في الداخل السوري، وانت بتديني دولار، واخد بالك؟ يعني قيمه الليره اللي عندي ده تساوي شيء. بناء على الخطر، بناء على اللي هو لو حصل لي اعاقه او الى اخره، بناء على مفيش تامين صحي، مفيش تامين اجتماعي، مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا، ده كسوري. ده نمره واحد. نمره اتنين، انا لو جبت ناس عندهم كفاءات عاليه ودخلتهم للداخل السوري هيشتغلوا، وهم جايين من تركيا، جايين من مصر، جايين من فلسطين، جايين من اوروبا، جايين من امريكا، جايين من اي مكان في العالم، هديهم مرتباتهم لان دول عندهم اهالي بيصرفوا عليها. فاحنا لابد ان نعطي ما يستطيع ان يستحقه الشخص، وده الفرق بيننا وبين الاخرين. لذلك احنا بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي نشوف الاخوه اللي هم مش هيطلبوا مننا فلوس كتير جدا، لكن ما عندهمش قدره على المتابعه وعلى الترتيب وعلى اللي هو كتابه التقارير. فتحصل بعض الاخطاء اللي ممكن توقع المؤسسه في مشاكل تكلفها مئات الالاف من الدولارات. ها
هي مفيش عمل من غير تكلفة مادية. انت تحط يعني مثلا انا هقول لكم حاجة، تحط التكلفة المادية بتاعتك لأي مشروع، في مصاريف إدارية، في بعض الأحيان 5% وبعض الأحيان 15%، في بعض الأحيان كان بعض الفقهاء الله يرحمه الشيخ فيصل المولوي لو كان أحد الفقهاء من لبنان قال لنا ملهاش حدود اللي هي التكاليف الإدارية. قال بمعنى إيه؟ بمعنى إن في مناطق وعرة وخطرة لن يذهب إليها أحد، وحتى لو صرفت في هذه المناطق 50% من المال لقياس ال 50% الآخرين، إحنا عايزين نوصل 50% الآخرين الناس هيموتوا. المثل التاني دايما انا بضرب بيه كتير ايام الحصار في جنوب السودان والحرب ما بين الشمال والجنوب، مفيش طرق في الجنوب، وبعض الدول العظمى رفضت ان المعونات تنتقل من الشمال للجنوب بنهر النيل، وده متاح لان مفيش طرق ايام ايه الشتاء والمطره بتنزل 6 اشهر الطريق مقفول. فكان بيعمل ايه لتعنف بعض الدول على محاربه شمال السودان من جنوب السودان، لا ننزل اسقاط جوي. اسقاط الجوي بيبقى تكلفته كام؟ 60 او 70% من التكاليف الاداريه. حصل ده موجود في العراق اعتقد، في الموصل او في اماكن اخرى حصل موجود فيها، لان الطياره بتطلع كام؟ 10 طن 20 طن اكتر حاجه 40 طن. 40 طن تعرف قيمتهم بتكون لما يكونوا طحين مثلا قيمتهم بتكون قد ايه؟ 40 طن دول اضرب 40 طن في $250، 40 في 250 10000 و20000 دولار، لكن انا بطلع له طياره بتتكلف $25,000. شفت بقى؟ لان الحاجه هنا ملحه عشان يموت يا حياه. فاحنا المفروض ده بردك جلسه من الجلسات الشرعيه اللي انت بتتكلم عنها يا اخ هادي، ان هو نقول لهم انا هودي حد يشتغل ازاي من المنطقه دي وهو مرتبه كذا، والا مش عارف اشتغل وهتقفل مؤسستي. فما فيش حاجه فيها ابيض واسود وكلها اجتهادات، لابد يكون الفقه المجتمعي اللي انت تكون استاذ فيه لانك عارف حاجه الناس، والفقه الشرعي ان يكون فيه الناس اللي هم المؤطرين الشرعيين يكونوا موجودين على الطاوله نفسها. نعم، جزاكم الله خير دكتورنا الحبيب، وجزاكم الله خير جميع الحضور، بارك الله فيكم. نحن الى هنا نكون قد انهينا هذا، انا فرحان بيكم الطيبه التي سعدنا فيها باستضافه الدكتور هاني البنا وجميع الاخوه الذين شاركونا هذه الندوة الطيبة، جزاكم الله خير جميعا. ولعلنا نلتقي في ورش أخرى وندوات أخرى نستفيد فيها من هذه المشاركات لتطوير العمل الإنساني والتنموي عموما. بارك الله بكم جميعا، وإلى هنا نكون قد أتمينا هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا وجزاكم الله خيرا. جميع لحضورهم ومشاركتهم، وجزاكم الله بالخير. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.